طب لو انتوا سامحين تمام قولوا، لو انتوا سامعيني قولوا احنا سامعينك. ها معانا. هي ايه ده؟ تمام يا دكتور، احنا سامعين حضرتك. تمام. نعم انتوا سامعيني كده ولا لا؟ احنا سامعين حضرتك. سامعين حضرتك. وانا مش سامع انا ليه هنا؟ هو الصوت متوصل على يعني انتوا سامعيني، ف يعني احنا كلنا سامعينكم، احنا مش انتوا، مش انا بس اللي سامعكم. اتفضل اتفضل. طب نعمل شير كده عشان انتوا شايفيني سكرين. السكرين كلها. طيب سكرين شير كده، انتوا شايفين. اتفضل. خير 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 خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. يا جماعه بالله عليكم الحاجات دي يعني. بصوا يا شباب، معلش احنا هنبتدي بقى دلوقتي. تمام، هنبتدي دلوقتي ده ريفيجن كده كامله على الاكسل ان شاء الله ان شاء الله. ولو في حد عنده اي اسئله ايا كانت السؤال اللي انتوا عايزينه اسالوه، وان شاء الله اكون معاكم اول باول علشان يعني نلم الاكسل كله، عشان خلاص دي اخر محاضره في الاكسل، عشان بعد كده بقى ننقل على حاجات بعديها، برامج تانيه بعديها. خلاص عايزين نقفل الاكسل خالص عشان ايه؟ يكون الموضوع يكون مقفول والدنيا تبقى كلها فاهمين كل حاجه. خلاص، اول حاجه خالص احنا عندنا في الانترو دي. مساء الخير. في حاجه؟ مش فاهم. احنا في عندنا في الانترو دي دلوقتي في حاجه؟ قول. حاضر ماشي، يعني افتكروا كل ما افتكروا. بصوا يا شباب، دلوقتي ده الانترو اول حاجه في الاكسل اللي احنا اللي انا بعته عندكم على الجروب. احنا عندنا جدول اهو، ده جدول فيه عدد ارقام، قصدي الامبلوي نمبر، الاسم بتاعه، والتي ار سي دي اللي هي بيبقى نوع الاجازات اللي هي مثلا سك وحاجات كده كتير، اسفام وحاجات كده. فكره الحاجات دي جايه من اكزامز كانت ناس بتبعتها لحد يشتغل معاهم، فبيعملوا له اكزام. فكره الموضوع ده مهم جدا، بيعملوا له اكزام يشامل كل حاجه. ورينا بقى شغلك. خلاص، فانا حبيت ان انا اوريكم الاكزام ده. وعلى فكره بالمناسبه الاكزام ده اتبعت لي انا كمان، فكانت شركه من بره بس كانت بتقول لك ايه، ما دام انت راجل محلل بيانات ورينا بقى يعني ورينا تعرف تحل الاكزام ده ازاي. فانا هنحله مع بعض. ده اكزام شامل حاجات كتير قوي. بيقول لك التي ار سي ده اللي هو نوع الاجازات، فبيقول لك احنا عايزين نعرف الاس بي والاس اف اف ان ار وسفام وسكه. بص من الاخر، السكه دي اللي هي نوع الاجازات، قصدي اللي هي الاجازات مرضيه ولا لا. فبيقول لك احنا عايزين نستخدم كاونت اف، احنا عايزين نعرف الاس بي والاس اف اف ان ار وهكذا اتذكرت كام مره. كاونت اف هنعمل ايه؟ تعالى كده نكبر ايه؟ ايكوال كاونت اف هو ايه ده؟ تاب. عشان تاب بتعمل خليها دي. الرينج، الرينج هيبقى ايه؟ الرينج هيبقى في التي ار سي بعد كده كوما ونعمل الاس بي. دوس انتر. قال لك اهو اتذكرت 88 و6 21 وهكذا. دي اكتر الحاجات اللي اتذكرت كنوع اجازات يقدروا الناس ياخدوها في الشيت ده. سام اف، عايزين نعرف الكوانتيتي بتاعتهم. ها يا شباب انتوا معايا؟ انتوا الناس اللي معايا، الناس انتوا لسه ولا ايه؟ اكمل يا مصطفى؟ ماشي تمام. انت مصطفى كنت انت بتقول لي قبل كده في الباور كويري، الباور كويري انت ليه ما عملتهمش لود كلهم مره واحده؟ فاكر الجمله دي؟ لو انا عملتهم كلهم مره واحده هيتجمعوا كلهم، انا عايزهم يا مصطفى يبقوا منفصلين. هوريك الموضوع ده. معلش المره اللي فاتت كان في ضغط جامد قوي كنت شغال، و اللي قدامك اسمه ايه؟ عمر. انت كنت بتسالني برضو ان انت لما عملت امبورت للبوبيوليشن عملت معاك تاني، سمعت معاك تاني ولا برضو؟ طب هنعملها برضو تاني. اوكي، عشان دي نبقى قافلها عشان بس فاكر لكم. بصوا يا شباب معلش هنتكلم بس. معلش الكوانتيتي احنا عايزين بس نعرف مثلا واحد زي سميث جاكوب ده عمل كام كوانتيتي، عمل سك كام مره، يعني مثلا خد اجازات كام مره. فالكوانتيتي دي احنا عايزين نعملها سم اف. هنعمل هي سم اف، سم اف اهي. الرينج بتاعنا هيكون معايا، هيكون الرينج بتاعنا هيكون التي ار سي دي بعد كده كوما، بعد كده هنيجي في موضوع الاس بي دي وهندوس عليها بعد كده كوما.
بعد كده السم اف هنجمع الكوانتيتي، بعد كده دي ونقفل الكوس وندوس انتر، جاب الرقم اهو، نسحب لتحت كده. تمام كده؟ لا هو بيقول لك ايه، دي نوع الاجازات اس بي، دي بتبقى نوع الاجازات، فبيقول لك نوع الاجازات دي اتذكرت كم مره. سام اف اللي هو بيقول لك الاجازات دي بقى اتعملت كام مره لكل واحد، عددهم، دي قصدي مجموعهم، دي عددهم ودي مجموعهم اللي هو الكوانتيتي. بعد كده الماندي احنا عايزين نعرف كام مره اتذكرت كلمه ماندي في الجدول ده، وكم مره تيوزداي في الجدول ده. ايوه يا باشمهندس انت معايا ولا مع الاسف؟ انت كويس؟ انت كويس؟ ها ماشي ماشي. هنعمل هنا ايه؟ بص يا شباب ركزوا كده معايا، في الجدول ده في هنا الدي دي اتذكر، وهو عايز يعرف ماندي دي اتذكرت كم مره، وينز دي اتذكرت كم مره. تمام كده؟ فنيجي هنا في كاونت اف، اهي كاونت اف، وهنعمل هنا كاونت اف، هنيجي ندوس على الرينج دي كده وندوس كوما، بعد كده ندوس على ماندي وندوس انتر. لا لا انت بتختار الخليه، لو انت هتكتب ماندي بايدك يبقى هتعمل دبل كوتيشن. دبل كوتيشن خد خليه ازاي ده؟ تحط خليه على طول يا باشمهندس. قلت ارتجل، قلت امبروفايز. قلنا نعمل اي لقطه كده احنا قاعدين. اه بالظبط يعني ماشي تمام ماشي. دوس دبل كليك عليها. انتوا الناس معايا ولا الناس؟ لا لا يعني انتوا يعني الناس شغالين معايا؟ تمام تمام بصوا جربوا بديكوا، انا معاكم. انتوا احنا شايفين دلوقتي بصوا كلمه ماندي دي اللي هو الدي دي في الجدول ده، فهو بيقول لك بس احنا عايزين نعرف كلمه ماندي دي اتذكرت كام مره في الجدول بس. فبتعملوا كاونت اف. تمام كده؟ كويسه ولا ايه؟ مش طالعه؟ اي اي اللي ايه؟ ما هو قلت انت بتدوري في الرينج وبتدوري في الكلمه. بتدوري فين؟ بدور في الرينج، بعد كده بدور في الكلمه. ايه ان الدنيا كويسه معاكي ولا السلام عليكم؟ السلام عليكم. صح السلام عليكم. حاضر حاضر. جربتوا ولا يا شباب؟ طب بصوا انا هوريكم، انا هوريكم المعادلات ايه عشان تبقوا انتوا عارفينها. دي تكست فورمولا او فورمولا تكست، دي اول معادله، دي ثاني معادله فورمولا، دي ثاني معادله. حلوه دي ماشي. هتجمع ايه؟ هتجمع كوانتيتي، اختار عمود الكوانتيتي. الايام احنا بنعمل ايه؟ الايام اهي احنا الايام دي المعادله الثانيه فورمولا، فورمولا تكست اهي، ندوس على دي كده وندوس على دي فورمولا برضو، اكتبها برضو فورمولا تكست وندوس على دي لسه ان ايه عشان لسه ما ظهرتش. بصوا يا شباب احنا كده خلصنا اول جزء فوق صح؟ الجزء اللي فوق خالص ده خلص صح؟ انا عملت لكم المعادله الاولى بتاعت كاونت اف والمعادله الثانيه بتاعت سام اف عشان تبقوا شايفينها. اف دوت اف فين دي؟ هنا مثلا اف اف اللي هي دي اللي هي كوانتيتي. اه دي ممكن ده نمبر عشان معموله نمبر، انت ممكن تعمليها هنا كده وتعمليها ك سيبريتور اهي، تعملي كده اف سم اف الرينج، المعادله بيظهر لك الرينج انت بتدور فين؟ هتقولي له انا بدور في ال دي، بعد كده كوما الكرايتيريا انت بتدور فين؟ ده بدور بايه قصدي؟ يبقى بالاس بي او الاس اس اف ان ار دي، بعد كده كوما السم رينج انت عايز تجمع ايه؟ اقول انا عايز اجمع الكوانتيتي سم رينج ايام معاك هتشوف. تاني كده بعد ما نجيب عددها ماشي ماشي من الاجازات، من الاجازات بالظبط. ما هو
اهو اهو بص فوق، بص فوق. اه كل يوم. اه انت عايز تفرد يوم كده ونعمل دي كده، يبقى كاونت افس، كاونت افس يبقى شرطين، انت عايز تدوري بنوع الاجازه وعايز تدوري باليوم. ايوه حاضر 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 ماشي. اهي والله، اهي والله هو. السلام عليكم الراجل والله ولا مني ولا هعمل اهو. يلا نكمل ولا ايه؟ قول لي يا مصطفى. سم اف اهي، سم اف انت عايز تعد يعني مثلا السك دي مثلا او الاس بي دي عددها 88 يطلع لك زيرو. ما هو تعالى نعملها سم اف تاني. تعالى بصوا يا شباب معلش خليكم بس معايا ونجرب سوا كلنا. خلاص هنيجي نعمل هنا بيساوي كده مصطفى. سم اف رينج انت بتدور فين؟ هقول انا بدور في الدي كوما. انت بتدور بايه؟ الاس بي اهي كوما. انت عايز تجمع ايه؟ عايز اجمع كوانتيتي. ادوس انتر وصلت وادوس على كده، ادوس دبل كليك اهي نزلت. انت معايا ولا ايه؟ تعال نمسح تاني يلا بينا. بص يا عمر سم اف اهي تمام. الرينج انت بتدور فين؟ اقول انا بدور هنا في دي كوما. تعال نعملها كده عشان تبقى تفهم اكتر. بعد كده الكرايتيريا انت بتدور بايه؟ بقوله بدور بدي صح؟ كوما. السم رينج انت عايز تجمع ايه؟ اقول انا عايز اجمع الكوانتيتي. وصلت؟ دي انواع اجازات. دي انواع اجازات. واحد خد اجازه فبيقول لك انا اقدم الاجازه بتاعته سك ما اعرفش اس بي. انا حتى دورت اللي انا اعرف الترجمه بتاعتها ما عرفتش. يعني بتبقى اختصارات وكل اختصار بقى على حسب البيزنس اللي انت فيه. تمام دوس انتر طلعت الرقم. رينج تحت هنا كده لسه ما اشتغلنا. وصل كده يا شباب رجاله معايا سيب كده. انتوا ايه كويسين تمام. تعال بقى نخش بقى على الماندي. ماندي اتعمل فيها كام عدد كام عدد اجازات اتاخدت في مثلا ماندي وتيوزدي وهكذا. هنعمل هنا سم اف اهي سم اف الرينج انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور هنا، انا بدور قصدي في في الدي الكوما. الكريتيريا انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بالماندي. بعد كده كوما يقول لي انت بعد كده السم رينج انت بتجمع ايه؟ ليه؟ سامح لي الكوانتيتي الكوانتيتي. انا بدوس تاب بيظهر، انا بدوس تاب تاني هيظهر، انا بطلع لك كل حاجه. بص يا جماعه لا قلتها والله. بص السيكونس بتاعت الجدول ان الجدول ده كله دي ارقام الموظفين واساميهم وطبعا الكوانتيتي والدي وكل حاجه. التي ار سي دي اللي هي بتبقى انواع الاجازات تايمنج حاجه زي كده تبقى نوع الاجازات. فهو انا حتى دورت حتى في الحاجات دي ان انا اطلع اسم اي حاجه من دولت ما عرفتش. هي انا عرفتها اللي هي سك دي اجازه من ضمنهم بس كده. خلاص كده احنا بس كل يهمنا ان احنا نعرف نطلع الداتا. انا حتى ما كنتش فاهم الداتا. ما انت بتيجي عليك اوقات لو انت بتشتغل فريلانس مش موظف ممكن واحد يجي يقول لك ايه انا عايز بس تطلع لي الداتا وخلاص. طب طلع لك الداتا دي ازاي؟ ما هو انا بحاول. ما انت بقى بتحاول تفهم سياق الجدول. ما هو ده اللي انا كده فهمته. ان على فكره انت لو خدت الجدول ده كده وحطيتيه في شات جي بي تي هيقول لك بص الجدول ده بيتكلم عن انواع الاجازات. مش بهزر والله انا عملتها فعلا. يعني انا لحقت كابليها هناك انا مستنيك هناك بس على الله. بص بقى اللي كانت ان بتسال فيه اللي عايزه تعرف انواع الاجازات اللي اتاخدت في يوم مانداي او تيوزداي. هنيجي هنا في الاكيورنس بيساوي كونت افس افس اهي. هو بنطلع لك بقى كل شويه كل ما ادوس تاب هيطلع لك اهو كونت افس تمام. يقول لك انت بتدور فين؟ بص احنا دلوقتي احنا عندنا تو كونديشن. تحب ندور في انهي حته الاول؟ احنا عندنا في الايام وعندنا في انواع الاجازات. تحب ندور فين في الاول؟ انواع الاجازات. هنيجي هنا الكرايتيريا رينج. الكرايتيريا رينج 1 بصي كده هتلاقي كرايتيريا رينج 1 انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور هنا كده. بعد كده كوما يقول لي انت بتدور بايه؟ ركزوا يا جماعه معلش 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 معلش
خدوا معلش انا اسف، اللي انا هعمله ده هي فعلا فعلا مهمه. الحته بتاع اللي انا هعمله ده مش زي ما انتم متخيلين، او مش زي ما انتم هتعملوه هتطلع معاكم صح. التثبيت ده اللي هيطلع غلط، انا متاكد، انا متاكد. بصوا انا متاكد ان في حاجه هتطلع لكم غلط. استنوا بس، التثبيت اللي جاي ده تثبيت ادفانسد شويه، فاستنوا بس كده وهنقول لكم. بصوا اول حاجه نبتدي كده من الاول، انت بتدور فين؟ احنا اول لا لا اهو هنعملها تاني كده كاونت اف، مش هدوس تاب عشان ما اطلع لكوش. تمام، كرايتيريا رينج، انت بتدور فين؟ احنا عندنا تو كونديشن، احنا عندنا ايام وعندنا انواع اجازات، صح كده؟ تمام، يبقى هندور فين في اي حاجه؟ مثلا ندور في عدد الاجازات الاول، في ايام الاجازات الاول، هندوس هنا كده كوما، دوس دي، بعد كده ندوس كوما، يقول لي الكرايتيريا انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بالاس بي دي، بعد كده كوما تاني، الكرايتيريا رينج بقى تو، انت بتدور فين تاني؟ اقول له انا بدور في الايام، صح؟ بعد كده كوما، يقول لي انت بتدور بقى بايه؟ اقول له انا بدور بالمانداي، تمام؟ والكود كده ودوس انتر، لحد هنا احنا تمام، صح كده يا مصطفى؟ لحظه بقى، التثبيت مختلف هنا. بص لو انا سحبت دي كده لتحت هتلاقي ارقام اصفار وهتلاقي حاجات غريبه قوي. انت عايز، بص بقى، انت عايز، بص عشان دي فعلا فعلا مثال حلو جدا. ايوه بص يا شباب، المثال ده جامد جدا، انتوا بقى تعملوا حاجه ادفانس شويه. شايفين الجزء ده؟ انتوا محتاجين تثبتوا فوق، بص انتوا محتاجين تثبتوا الصف ومحتاجين تثبتوا الكولوم، بحيث ان انتوا لما تيجوا تسحبوا دي كده لهنا او كده تطلع معاكم ارقام. هنعمل ايه بقى؟ بص يا شباب، احنا قلنا لما تيجي تدوس هنا كده في تثبيت الخليه بس، انتوا تدوسوا اف 4، اف 4 بتثبت خليه بس، خليه بس في ليفل مطلق. ازاي؟ بص تعالى هقول لك انا على حاجه، هقول لك سامي. بص يا شباب تعالى نفتح كده كوس كده هنا، ونفتح مثلا نكتب هنا 2 3 4 5. بصوا تعالى نكبر الكلام ده كده شويه عشان تشوفوا التثبيت ده هيعمل ازاي. وهنا 1 5 7 6 8. بصوا يا شباب انا عايز اعمل ايه؟ ركزوا بقى في اللقطه اللي جايه دي. انا عايز اخلي الواحد ده يتضرب في الاثنين، والواحد ده يتضرب في الثلاثه، والواحد ده يتضرب في الاربعه، والواحد ده يتضرب في الخمسه. وفي نفس الوقت لما اجي اسحب دي يبقى الخمسه تضرب في الاثنين، والخمسه تضرب في الثلاثه، والخمسه تضرب في الاربعه، وتضرب الخمسه تضرب في الخمسه. خلاص كده احنا كده عندنا ارقام وارقام هنا، وده يتضرب في الصف كله، وده يتضرب في الصف كله، كل يعني الواحد يتضرب في الصف كله، الاثنين الخمسه تضرب في الصف كله، وهكذا. وصل كده؟ هنا بقى تيجي فكره التثبيت. التثبيت بقى ان احنا بنعمل ايه؟ احنا خدنا في التثبيت في المعادله رقم 2. اتفضل. منين بقى اعرف ان انا عايز اثبت؟ سيبك من التثبيت، اعمل انت دلوقتي جالك مثال وليكن نفترض ان انت اهو بالمنظر ده كده. يعني انت فهمت ان الاجابه تسوى عشان ما ثبتش، صح كده؟ بالظبط. انا بص انا دلوقتي جالي اهو، جالي سؤال اهو. جالي سؤال بالمنظر ده وبيقول لي طلع لي نتيجه، انت هتعمل ايه؟ مش توتال، انا عايز اطلع نتيجه، هو مدي لي جدول بالمنظر ده وعايزك تطلع لي نتيجه، اطلعها ازاي؟ فلازم تعمل النقطه دي بالظبط. دي بقى فكره ان انت في بقى في الاكسل حاجه اسمها فيكسد، او انت تقفل الخليه او تقفل الرو او تقفل الكولوم. بص يا جماعه، في اكتر من ثلاثه فيكسد، ان انت بتثبت ثلاث حاجات، لا اما خليه، لا اما عمود، لا اما صف. خلاص، فالخليه احنا خدناها، اللي انت بتثبت الخليه تدوس اف 4، فلما بتدوس عليها كده بص بيساوي دي وتدوس اف 4، هي عملت دولار ساين قبل الاف وقبل الفور. لو دوست اف 4 تاني هتلاقي جابت لك قبل الفور بس، لو دوست اف 4 تاني هتلاقي جابت لك قبل الاف بس. طب ايه فكره الكلام ده؟ فكره ان انت بتبقى عايز تثبت ايه؟ يعني من الاخر ان انا مهما اسحب دي، هوريكم دلوقتي ايه اللي هيحصل. تعالى دلوقتي نضرب ده في ده ونعمل انتر. ركزوا بقى، وعايز اسحب دي كده، بص كده يا باشمهندس، عايز اسحب دي، ايه اللي حصل؟ بص الرقم، انا عايز اضرب 1 في 5 طلعت 120. ليه؟ لان لما انت تيجي تقف هنا وتدوس هتلاقي ان 24 ضربت في 5، مع ان انا عايز واحد يضرب في 5، صح ولا غلط؟ صح كده يا شباب ولا ايه؟ بالظبط. انا عايز من الاخر اثبت الواحد دي بحيث ان الواحد ده يتضرب في الاربع قيم دول. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل هنا بنقول يساوي ده بقى اللي هو الواحد ده اللي انا عايز اثبته. هنعمل ايه؟ اف 4 اف 4 اف 4 جاب لي الدولار ساين قبل الاي، الاي دي اللي هي الكولوم، ان انا كده بثبت الكولوم مهما رحت وجيت الكولوم ثابت معايا كده يا شباب.
طب وندوس كده في بعد كده دي دول امتى؟ بص اللي هيحصل، احنا قلنا يا باشمهندس ان الرقم ده طلع كان 120 صح؟ لما اجي اسحب دلتا اللي هنا تلاقيه 5، ليه؟ لما تيجي تقف هنا الواحد ثابته، الواحد ما اتغيرتش، خدت بالك من اللقطه دي؟ نعم. ثلاث مرات، اول دولار ساين، ثاني دولار ساين، او تيجي قبل الاف وتعملي شيفت دولار ساين اللي هي شيفت 4، تمام كده؟ طب تمام. المشكله بقى يا باشمهندس اللي هتقابلنا الثانيه، ايه المشكله الثانيه؟ لما اجي اسحب لتحت، لما اجي اسحب لتحت صح؟ لما اجي اسحب لتحت ايه اللي هيحصل؟ ايوه لما اجي اسحب لتحت ايه اللي هيحصل؟ الاثنين دي هتنزل معايا، بصوا كده هتلاقوا انا عايز اثبت بقى الاثنين، انا كده ثبتت الكولوم، انا عايز بقى اثبت الصف صح؟ بالظبط، مرتين شباك بعد كده تطلب رقم الكارت ثلاث مرات. ماشي ماشي. بصوا يا شباب كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا طلعنا خلاص كده، كده احنا ثبتنا الصف العمود قصدي، مهما نروح ونيجي العمود ده شيء يعني، بص الان مهما شد كده هيطلع لي وحايد كتير، هيطلع لي قصدي اصفار، لان واحد في صفر بستة يعني، بصوا هنا الواحد ثابت ما اتحركش، وصل كده يا شباب؟ تمام بالظبط عشان فاضي. تعالى بقى عايزين بقى نجرب بقى، قصدي نعمل ايه؟ نثبت الصف بقى، نعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا في الصف، احنا قلنا عايزين نثبت الصف، يبقى نعمل ايه؟ الصف رقم ولا حرف؟ السلام عليكم. رقم ولا حرف؟ رقم بالظبط، 5. يبقى هنيجي قبل الخمسه ونحط دولار ساين، يعني نيجي هنا كده الاثنين دي ايه؟ الاثنين دي الخليه رقم اف 4 صح؟ هنيجي قبل الاربعه دي كده ونعمل دولار اف دولار ساين. وصلت؟ دول انتر. يبقى احنا كده هنيجي يروح يمين شمال، الصف ثابت والكولوم ثابت. الحرف في الكولوم، الرقم ما هو اللي عمال احكي فيه، ما هو ده برضو. بص يا عم انا دلوقتي نرجع تاني دي، انا دلوقتي عايز الواحد ده، تعالى كده نكبر الكلام ده كده شويه، انا عايز الواحد ده يا عمر يتضرب في كل دولت، حطيت دولار ساين في هنا قبل الاي، بص كده ركز هنا قبل الاي حطيت دولار ساين عشان الواحد ده يثبت معايا، وصل كده تمام؟ تمام. فكده مهما شد كده الواحد ده الكولوم ده ثابت ما بيتحركش. المشكله بقى الثانيه اللي هتقابلني ان انا بقى عايز لما اجي انزل اثبت الصف، فاهم يعني؟ ان انا اضرب السته في الاثنين، الثمانيه في الاثنين، لما اجي اشد كده لتحت بص جاب لي 480، ده مش الرقم اللي انا عايزه، تمام مصطفى؟ فنعمل ايه بقى؟ هنعمل بقى نيجي بقى قبل الاربعه اللي هي بقى الصف، ما هو الصف بيدل على رقم اربعه يا عم، هنيجي نعمل هنا شيفت ساين، قصدي قبل الاربعه قصدي شيفت ساين، ما انا بثبت عمود وده بيثبت صف، مش فاهم. بص يا عمر، بص يا شباب معلش كده ركزوا، معلش يا جماعه بس حد عايز يقول لي حاجه يعني معلش يقولها لي. بصوا يا شباب، بص يا عمر، انا دلوقتي السؤال او الاجابه المطلوب مني اعمل ايه؟ ان انا اضرب الواحد ده في كل دولت واضرب الخمسه دي في كل دولت، وصل كده؟ تمام. يبقى انا لما في الطبيعي، في الطبيعي ان الاكسل لما بتنقل على الخليه اللي بعديه بياخد المعادله اللي قبليها بينقلها معاها الخليه، تمام؟ وصلت كده تمام؟ احنا كده متفقين لحد هنا. فلما اجي اضرب دي في دي هيطلع لي 2، لكن لما اجي اسحبها كده المفروض 1 في 3 يطلع لي 3 لكن 6، ليه؟ لان لما جيت سحبتها ضرب لي 2 في 3، المعادله اللي قبليها خدتها ونقلتها على المعادله اللي بعديها. وصلنا كده تمام؟ بص يا عم، انا دلوقتي عايز اضرب الواحد ده في دولت، اعمل ايه؟ الواحد ده ما يمثله العمود ده اللي هو الاي، يبقى اجي هنا قبل الاي دي واحط دولار ساين شيفت ساين، تمام؟ دولت انتر، يبقى كده انا ثبتت الصف. اثبت الواحد ده اللي يعتبر الكولوم اللي هو الاي ده، يبقى انا بثبت العمود كله قبل الاي عشان ده الاي بس، واسحب كده 1 في 5 ب 5 قبل الحرف، قبل الرقم،
بالظبط. ما هو دي بقى تثبيت خليه بقى كده، تثبيت خليه. لا لا، ما لسه يعني، هي دي هم الثلاث حاجات اللي بيتثبتوا، خليه صف عمود. تمام، هنيجي بقى هنا. تمام كده يا شباب، معلش عشان الموضوع ده خد مننا وقت شويه. هنيجي بقى هنا، احنا بقى عايزين نثبت الصف بحيث لما نيجي نسحب المعادله لتحت كده، صح كده يا شباب؟ بحيث لا معايا كده يا شباب ولا ايه؟ معلش خليكم بس معايا، معلش خليكم معايا. هنيجي هنا عايزين بقى نضرب بقى الاثنين، الخمسه في الاثنين والسته في الاثنين. انا من الاخر انا عايز اعملها كمعادله واحده، مش عايز ان انا اقعد اعمل في صف صف. انتوا طب بتتكلم مثلا في الوفات، هنمسح كل ده، احنا هنعمل كل المعادلات دي هنا. خلاص، هنيجي بقى هنا، نيجي بقى عشان نثبت الصف ده. الصف ده رقمه كام؟ اربعه. اربعه، هنيجي هنا قبل الاربعه نحط دولار ساين. خلاص كده يا عمر، خلاص كده مصطفى، وندوس. احنا عملنا معادله واحده، معادله واحده يا باشمهندس، حاجه بسيطه جدا صح. هنيجي هنا بقى نسحب كده ونسحب كده. السلام عليكم. بس كل ده في لحظه، يلا هنطبقها هناك. ماشي خلاص، انا هسيب البتاع دي الشيت ده زي ما هو. فكده 8 في 5، 5 في 8 ب 40. شفتوا لحد هنا اهي، وصل كده يا شباب؟ تعالوا بقى نطبق. انت مش مطبق ليه؟ اوفيس 13 دوس شيفت. شفت مش شغال؟ هي دي اللي مش شغاله، الثلاثه هي اللي شغاله. ده دي تحل الايكويشن اصلا. ماشي. طب انت عايز اساعدك حاجه؟ لا تمام، انت كويس؟ تمام كده، هو ثبت ال جي بالظبط. ايوه ثبت الرقم ماشي. ايوه بالظبط، هو كده صح كده. ايوه ممكن عندك كده كيبورد. بص يا شباب بقى، تعالوا بقى نعملها هنا بقى. بص بقى، هنا بقى قابلتني انا المشكله اللي انت بتتكلم عليها دي، امتى نثبت وامتى ما نثبتش. اهو مديني الايام اهي، ومديني عدد الاجازات، ايام الاجازات اهي، او نوع الاجازه. بصوا بقى يا شباب بقى اللقطه اللي هنا دي، معلش خليكم بس معايا، معلش معلش. هنيجي هنا ان دلوقتي عايزين نعرف كام اجازات حصلت في يوم الاثنين، كام انواع اجازات حصلت في يوم الثلاث. هنيجي نعمل ايه؟ هتبقى كاونت افس الاول، دي كاونت افس. هي التركيه بس يا باشمهندس في ايه؟ في التثبيتات، هي دي اللي هتودي في داهيه. هندوس تساوي كاونت افس. تمام، كرايتيريا رينج، احنا بندور فين؟ احنا عندنا دلوقتي تو كونديشن، عندنا كونديشن الايام وكونديشن العدد الايام الاجازات، او قصدي انواع الاجازات. هنعمل ايه؟ ندور مثلا في عدد في ايام في اوقات الاجازات. هنيجي نعمل هنا كده بعد كده كوما، يقول لي انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بالاس بي. الاس بي هتبقى ايه؟ ثابته. ثابته ايه بقى؟ لا عمود، ما انت عايز تسحبها كده او كده هتبقى كانها بالمحر. لا لا لا، عمود عمود. لا قبل الحرف، قبل لا دي عمود، هنثبتها قبل العمود يا جماعه. والله قبل العمود انت. لا هنشوف دلوقتي وهتشوفوا، هنشوف دلوقتي وهتشوفوا. يا شباب بصوا يا شباب، احنا عندنا ده ثابت، ده ثابت مهما اسحب كده وكده يبقى ده عمود. السلام عليكم. في يا جماعه في ايه؟ والله انا كويس على فكره. لا والله اهي كده، مهما انت تروح وتيجي كده او كده فدي ثابته. السلام عليكم. تمام كده نكمل؟ ماشي، يبقى هنيجي هنا كده، هنيجي قبل الـ قبل الـ قبل الـ الـ الدي، ونيجي ندوس دولار ساين. خلاص اهي، بعد كده كوما. انت بتدور فين تاني؟ اقول له انا بدور في الايام. كمل يا عمر، انت بتكتب جنبي صح؟ بتكتب معايا. ماشي انا معاك اهو، اكتبوا لو عايزين تعملوها بايديكم. الاونلاين انتوا سامعيني؟ لو بتجربوا انا سايبكم تجربوا اهو كمان معاهم. ماشي، احنا دلوقتي بقى ندور بقى في المكان الثاني اللي هو ايه؟ الماندي، الايام اللي هي قصدي دي، بعد كده اللي هي كرايتيريا رينج 2. بس بقى قابلتنا، هتقابلنا مشكله ثانيه، هتشوف دلوقتي المشكله اللي هي كرايتيريا رينج. لا هتقابلنا مشكله ثانيه وهتشوف دلوقتي المشكله ده انت مش فاهم. وهنثبت ايون ايوه صح كده، الله ينور كده. يعني الحمد لله احنا فهمنا اللي صح. بص بقى لحظه بس، هنشوف بس دي. على فكره على فكره اكزامبل زي ده هيخليكم تتقنوا الموضوع، والله ما بهزر. دي حاجه ما اتقالتش في المحاضرات، بس دي حاجه ممكن تجي لكم في اي لحظه، يعني ممكن تجي لكم مشكله يعني حاجه زي كده في اي لحظه.
تمام. هنيجي بقى هنا الكريتيريا رينج، انت بتدور فين تاني؟ اقول له انا بدور في الايام، بعد كده كوما. انت بتدور بايه بقى؟ اقول له انا بدور بمانداي، صح كده؟ المانداي دي هتبقى ايه؟ صف مهما رو. يبقى ما بين الرقم، صح كده؟ يبقى هنا كده تمام، وندوس دولار ساين. احنا تمام قوي لحد وقتنا هذا. نقفل الكوس. لحظه بس، احنا بندور، ما احنا عندنا دو كونديشن اللي هو الاجازات والايام. الاجازات انت بتدور فين؟ بتدور في الاجازات في الكرايتيريا رينج، وبعد كده تدور بالاس بي دي، بعد كده كوما، بعد كده تروح مدور في الايام اللي هي دي كده، وبعد كده تدور بمانداي. تمام، وصلنا كده. كده احنا هنقابل مشكله ثانيه. دوس ليه؟ والله اهي وربنا اهي. ايوه ايوه، هي دي المشكله جايه لنا ثاني ثالث. بص هندوس انتر، قلت ركز صح. لما نيجي نسحب دي تمام، لكن لما اجي اسحبها بقى ناحيه اليمين هتبقى زيرو. ليه بقى؟ لان احنا لما عايزين بقى تعرفوا بقى النتيجه بتاعت المعادلات صح ولا غلط، تيجي تقف هنا كده وتدوس هنا كده. بص الرينج، الرينج راح هنا خالص. المفروض الرينج يبقى ما بين هنا وما بين هنا وما بين هنا. الرينج راح هنا، بص خدت بالكوا هنا؟ فنعمل ايه بقى؟ لازم نثبت العمدان الرينج دي. بقى تبقى تثبيت ايه بقى يا عمر؟ هندوس اف 4 بس، اللي هي تثبيت صف وعمود. هندوس كده اهو. مش احنا الرينج ده، مش الرينج ده، مش الرينج ده، مش ده الرينج بتاعنا اللي هو الكريتيريا رينج ده. دوس عليه بس اف 4 او اف 4، ثبت لك، عامل لك علامه دولار ساين على الاثنين. يعني ايه 16 فعلا؟ يعني دوس دوس، اقول لك انا دوسي اف ان اف 4، جربيها كده اف ان اللي هي على الشمال خالص تحت. وصلت؟ اشتغلت؟ كويس. عايز تكتبها؟ نعم اتفضل. اهو بالظبط. بص بقى ليه، مش انا قلت لك ان المعادلات في الاكسل لما بتيجي تسحبها يمين او شمال بتاخد المعادلات اللي قبليها بتاخدها معاها، صح كده؟ الرينج احنا مثبتينه على الاس بي، صح كده؟ فلما بتيجي تشد المعادله لهنا، بص هنا كده هتلاقي الرينج اتنقل للسك دي. ركز ركز، بص بص احنا دلوقتي احنا عملنا المعادله بتاعتنا اللي هي الاولانيه دي، دي زي ما احنا تمام. دي كده الرينج بتاعنا اهو، الرينج بتاعنا ده وده، صح؟ مش هما الاثنين دول اهو، صح كده؟ ده وده تمام. فلما بتيجي تسحب انت جوه الرينج ده، لما بتيجي تنزل بتنزل معاهم، انت كده كده واخد العمودين دول. فهمت قصدي ايه؟ فانت لازم تثبت العمود ده وتثبت العمود ده، عشان مهما تروح وتيجي انت سافر. بالظبط، لازم تثبت معاه الرينج. انا مبسوط يا جماعه والله، انا بشرح لكم اوف لاين، تخيل بقى انا بشرح ده اون لاين، والناس بقى الناس بتسمعاني بس، فاهم؟ تمام؟ نعم؟ اف 4 او اف ان اف 4 تمام. هندوس بس هي كده، هندوس على الدي 2 الدي دي من دي لدي اف 4، ومن اتش لاتش دي اف 4. انتر كده ابتم بال10، احنا كده تمام. بص اي رينج من الاخر، اي رينج بتقابلوه اف 4، اي رينج تقابلوه اف 4 العمدان بالظبط. اهي دي لوحدها دي محاضره كامله، دي يعني المثال ده لوحده محاضره والله. تمام، هنعمل كده، نشد كده ونشد كده. السلام عليكم. ايه رايك يا باشمهندس؟ احنا كده خلاص طلعنا بقى الارقام بقى، مش هينفع بقى. طب استنى اعمل، حاضر حاضر تمام كده. الاونلاين سامعيني كده يا شباب؟ بصوا يا شباب، تعالوا كده، تعالوا نعملها بقى من الاول خالص، عشان بقى ايه، عشان يبقى الناس ايه تبقى معايا من الاول خالص. احنا كده فهمنا الكونسبت بتاع التثبيتات تمام، الفيكسد دي. بعد كده نبتديها بقى بسم الله الرحمن الرحيم من الاول خالص. نصيحه كده يا جماعه، من واحد يعني داس في الرينج ده كتير، اي رينج يقابلكم اف 4، اي رينج كرايتيريا رينج اف 4. وصل كده يا شباب؟ السلام عليكم. تمام؟ لا ما احنا هنجمعها بقى التوتال ده، ما هقول لك بقى الاسبار ده بقى لسه التوتال ده حاجه ثانيه صح؟ ما احنا هنيجي لحد فرايداي بس. تمام، يلا بقى نبتدي. بصوا شباب شباب شباب، معلش معلش،
نبتدي كده نعملها كده بسم الله الرحمن الرحيم من الاول خالص. ندوس ايكوال ايكوال اهي كاونت افس، دبل كليك عليها. احنا دلوقتي عندنا تو كونديشن، احنا بندور في ايه؟ بندور في اول كونديشن اللي هو ايه؟ اللي هي انواع الاجازات. وصل كده؟ هنروح عند انواع الاجازات اهي، انواع الاجازات اهي، وندوس ايه؟ اف 4. ها هات اللاب ده كده حطه هنا كده، هات اللاب ده كده حطه هنا، لا ونشوفها مع بعض ثاني. بصوا يا شباب خلاص كده هندوس ايه؟ اف 4. تعال نعملها من اول خالص اهي. هنقول بيساوي كونت افس اهو، كونت افس تمام. احنا بندور فين؟ هنقول له احنا من اول حاجه خالص هنقول له احنا بندور في ايام الاجازات اهو. بعد كده ندوس اف 4، اي رينج تقابلوه اف 4 اي اهو بيساوي كاونت اف اي. بعد كده هنا كده اف 4 بس كده كوما. انت كده احنا دورنا على الرينج اللي هو احنا بندور في انواع الاجازات. بعد كده نروح فين؟ يقول لك انت بتدور بايه؟ هنقول له بندور بالاس بي دي. ايه ده؟ اه لا هنا كده اف 4 بعد كده كوما، بندور فين؟ في الاس بي. الاس بي دي بقى تبقى ايه؟ عمود ثابت ما تيجي او يمين او شمال، فده عمود. فنعمل ايه؟ هندوس قبل الجي دي اف 4 اللي هو دولار ساين. خلاص؟ هنيجي هنا كده، هنيجي هنا كده اهو وندوس هنا كده اهي اف 4 اهي. بعد كده كوما. احنا كده بقى بندور فين تاني؟ بندور في الايام اهو كوما، وندور بعد كده في الايام. الايام اول حاجه اف 4 على طول، ثبت الرينج اف 4 تمام. بعد كده كوما يا باشمهندس اهو، بعد كده اهي اف 4 بعد كده كوما بعد كده دي 1 2 3 نقفل الكوس انتر. السلام عليكم. بصوا يا شباب اهي خلاص. بعد كده هننقل بقى على الكريتيريا اللي بعديها. انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور بالمندي اهي. بعد كده ندوس ايه بقى؟ قبل ال 22 دولار اهي ساين، نقفل الكوس او ندوس انتر على طول. وصل كده؟ انا كده خلصت. عشان بقى ننقل على بعديها عشان بس ايه ما ياخدش وقت كبير اهو. هننقل كده اهو، دوس على دي كده وننقل كده يمين وبعد كده ننزل شمال كده. وصل كده يا جماعه؟ وصل كده تمام. شايفين كلمه توتال دي؟ توتال دي هتلاقيها فاضيه. انت بتسحب لحد فرايداي طبعا، ما تسحبش حد توتال. طب يعني الناس حاسس ناس بصلتها بالظبط. هقول لك بقى الطريقه احسن. خلاص كده يا شباب وصلت كده تمام. شايفين توتال اللي هنا دي؟ توتال دي شايفينها يا شباب؟ معلش اوريكم بس هنا بالظبط. توتال دي كده هوريك بطريقه احسن. شايفين توتال دي؟ توتال دي عشان تطلع التوتال بتاع الرو وتوتال بتاع الكولوم، هتيجي تعلم على دي كده كده، قصدي تعلم على دي كده وتعلم دول كنترول وتروح معلم على دي كده. الت يساوي الت ايكوال الت ايكوال. السلام عليكم. تاني اهي كده اهي كده اهي الت ايكوال طلعت الارقام. الفورمولا صم؟ لا دي اسمها اوتو صم على طول. اتفضلي. لان هي الفورمولا بتاعتها اهي، خليها هنا كده فورمولا تكست اهي فور. وصل كده يا طارق؟ الجدول هو اللي فيه مشكله عندي. انا عملت كده عندي كونت اف بعدين اهي خليها هنا تمام كده. خليتها لك ايه؟ معلش اه ماشي. بصوا يا شباب عشان بس تعملوها على طول اهو كده، اتعلموا على دي كده كلها كنترول، اتعلموا على دي كده كلها كده الت يساوي طلعت الرقم. خلاص خلاص كده. معلش يا شباب معلش عشان بس ننجز بس بالله عليكم. فكده احنا كده عملنا كاونت افس وعرفنا كمان التثبيتات. تعالوا بقى
معلش 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 الت يساوي الت ايكوال علم في الفاضي ودوس الت ايكوال هو هيعمل تمام كده يا ستي ولا ايه؟ تمام يلا ننقل بقى على صم اكس يا جماعه بقى بالتثبيتات بقى اللي احنا عملناها عشان نبقى خدنا على الموضوع اهو بيساوي احنا دلوقتي عايزين نعرف الكوانتيتي الكوانتيتي بتاعه عدد الاجازات جمعهم يعني جمع الاجازات كلها اتعمل من كل اس بي مثلا او من سك كم نوع كم اجازه او كم اورنيك دي او لا معرفش كم شهاده دي ولا ايه هنعمل كده معلش 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 خليكم بس معايا معلش انا اسف هنقول سم اف سي سم رينج انت بتدور فين او بتجمع ايه اقول له انا بجمع الكوانتيتي خلاص انا بجمع الكوانتيتي بصوا يا جماعه والسم رينج دي هتبقى ثابته فهندوس عليها ايه اف 4 عشان ما تروح او تيجي انت ثابت في العمود بتاعك كومن الكريتيريا رينج انت بتدور فين اقول له برده انا بدور في الاجازات اهي وبعد كده ندوس اف 4 يقول لي انت بتدور بايه اقول له انا بدور بالاس بي الاس بي دي هتبقى عمود مهما تيجي يمين او شمال فانت العمود ده ثابت فالعمود ده هيبقى ايه قبل الجي قبل الجي هنيجي ندوس دولار ساين بعد كده كومن انت بتدور فين تاني اقول له انا بدور في الاجازات الايام قصدي بعد كده الايام دي لازم تثبت برده اف 4 بعد كده كومن انت بتدور فين اقول له في الماندي الماندي ده صف فهنثبت قبل الرقم هنيجي قبل 35 دي كده وندوس دولار ساين ونقفل الكوز ندوس انتر كده هيطلع لنا رقم لما نيجي نشده كده هنا طلع لنا ارقام لما جينا هنا كده طلع لنا ارقام بعد كده عايزين نعمل اوتو سم هنيجي في الفاضي دي كده نعمل كده وبعد كده ندوس كنترول وفي الفاضي هنا نعمل كده وندوس الت ايكوال طبعا نعمل دي كده فورمولا تكست تايم وصل كده يا باشمهندس لحد ما وصلت انتوا بس يا جماعه يعني مع الوقت لما تيجوا تراجعوها تاني الموضوع هيبقى سهل معاكم كله تمام اني تاني اللي عايز ثاني بس الايكويشن ايه انت الاف اف دي اللي هي عدد الكولوم بتاع الكوانتيتي فانت بتثبته هي دي هي دي اه هي دي الاف اف دي اللي انتم مثبتينها بتاعه الكوانتيتي اللي هو العمود الاف اف فانت دي ثبتتها خلاص كده انت عملت لها تثبيت صح كده صح كده يا عمر تمام بعد كده انت بتدور فين اقول له انا بدور في العمود الدي دي ده اللي هو العمود بتاع اي انواع الاجازات في الجدول بي. تمام وبعد كده بتروح مثبته برده تاني اف 4 بعد كده تدوس كومن انت بتدور بايه هنقول له احنا بندور بالاس بي دي بس الاس بي دي هتكون كولوم الموضوع ده ممل جدا الموضوع ده متعب جدا متعب جدا ما اعرفش يعني دوس دوس كده وبعد كده تدوس ما تخشش على الرينج مع بعض ركز يعني لو جبت العمود كله جيب على الاخر ما تخشش في العمود تدوس ايوه ما هي كده ما هو انت لا هي دوس في 4 بس مره هو هي ما هو رينج بس ما هو مش صف ولا مش هو مش خليه هو بيثبت لك بس الكولوم يا عمر ايه تعال يلا بينا كده خلاص اللي ايه التوتال مش شغال طب ماشي طب لحظه احنا كده خلصنا كده يا شباب تالت عندنا ناس ارقام تالت عندكم ارقام تمام احنا بعد دي كده خلاص احنا مفيش حاجه تانية نرجع عليها ناخد بس بريك كده 10 دقايق عشان الصلاه وقولي لي بقى يا ستي انت ما طب حاضر لحظه حاضر لحظه حاضر انا جاي لك اهو مش فاهم يا باشمهندس ايه سيتي رينج دي بوينت استنى خليها دي نرجع لها نرجع لها يلا بينا
للعلم بس يا شباب، بس عايز اقول لكم حاجه بالصدفه البحته، المثال اللي انا لسه عارضه لكم ده لسه واحد معانا هنا بيقول لي الامتحان ده جه لواحد قريبي، هو ما كناش عارفين نحله يعني، هو لسه عشان ما نخدش الدنيا. بص انت هتحلل يعني خمسه مسيه نفس الطاس. ده المفروض لو سحبتها من غير ما تثبت دي المفروض تبقى ظبطت، ما ظبطتش من بره. يعني مش هتحلل سلسله لقيتها مش هنصح. الكوشن ده الكوشن اللي فوري. لا انا ما ثبتتش، بس هي المفروض ما تبقاش غلط. ليه بقى؟ لقيت فضل العمود يعني مثلا فضل العمود ده ثابت والعمود ده ثابت مثلا خلاص، وانا ثبتت مثلا الماندي وده بيتغير بناء على اللي انا ثبته مثلا. ده اكيد في حاجه غلط. اكيد في حاجه غلط، بس الاكسل ما بيغلطش. انا بثق في الماشين، انا بثق فيها جدا يعني. دبل كليك يلا بينا، دبل كليك ماشي، يلا بينا اونلاين، يلا بينا كويس انت معايا ماشي كده. احنا خلاص، احنا كده في لوك اب بقى يعني بتاعتنا بقى بتاعت زمان دي، فاكرينها بتاعت زمان ده ايام الشغل بتاع زمان. بنلوك بقى عشان نعمل ريفريشنج. السلام عليكم. ماشي. بص الكاركتر يا عمر هو بنفس الذات نفس. ماشي. الكاركتر وده ليه كوبر وما اعرفش ديفيد اديسون، هو بيقول لك عايزين نجيبه من الشو. الكاركتر اهو وعايزين نجيب الشو ده. تمام؟ شو شيرز وفرايدي نايت لايتس، يعني اللي هو ناس كده وبيقول لك بيوفي شو او بيجوا قصدي شو بيجي في برامج وكده. في لوك اب، حد فاكر في لوك اب ولا نفتكرها سوا؟ يلا بينا يبقى نفتكرها سوا. يساوي دي لوك اب ماشي. يلا بينا. انت بتدور بايه لوك اب فاليو؟ انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بده بالكارلتون ده كوما. انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور في الجدول ده من اول هنا لحد هنا. وصلت كده؟ تمام؟ بعد كده كوما، انت عايز انهي نتيجه؟ عايز نتيجه سيف الكاركتر ولا الشو؟ الشو، الشو ده رقمه كام؟ 2. ادي 1 2 اللي بتبتدي بيه ده يبقى اسمه 1 اللي بعد كده بتعد بقى من بعدين. ماشي، تعال نعمل من الاول خالص. تمام؟ اهي بيساوي دي لوك اب اللوك اب فاليو. تمام؟ اللوك اب فاليو انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بده. تمام؟ بعد كده كوما التيبل اري، انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور من اول هنا كده لهنا. وصلت؟ بعد كده كوما الكولوم اندكس نمبر، انت عايز النتيجه بتاعتك في انهي عمود؟ اقول له من العمود رقم 2 اللي هو 1 2 يبقى 2. بعد كده كوما انت عايز النتيجه بتاعتك ابروكسيمتلي اللي هي تقريبيه ولا اكزاكت اللي هي فولس؟ اقول له اكزاكت اللي هي فولس، بدل ما ادوس فولس او ادوس ابروكسيمت ادوس زيرو، لان فولس بتساوي زيرو وترو بتساوي 1. خلاص كده زيرو، واقف القوس ادوس انتر، وبعد كده ادوس دبل كليك نزلت الارقام. خلاص كده نعمل تاني اخر مره. ايه ده؟ حلو ده، حلو قوي دي. تمام. تعالى نعمل هيك كده، نمسحها تاني. بصوا يا شباب هنيجي نعملها اخر مره. تمام؟ اهي بتساوي في لوك اب، لوك اب فاليو انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بالاسم ده. بيقول لك انت بتدور بيه فين؟ اقول له انا بدور بيه في الجدول ده من اول هنا لحد هنا. دراج، تعمل دراج على ده كده كومن. يقول لي النتيجة بتاعتك، النتيجة اللي أنت عايزها في أنهي عمود؟ أقول له عمود رقم 2 كده كوما. النتيجة اللي أنت عايزها ترو ولا فولس؟ أقول له فولس لأن عايز النتيجة بالظبط زيرو، دوس إنتر. وصلت؟ بعد كده دوس. نعم؟ ما هو ده 1 وده 2. 1 2 النتيجة اللي أنا عايزها في العمود رقم 2. مش ده الكاركتر اهو الشخصيه بتاعتنا واحنا عايزين الشو، الشو بتاعه اهو. فلما بنيجي ندور من اول هنا لهنا يبقى دي رقم 2. وصل كده؟ بعد كده ادوس دبل كليك هنا كده نزلت. تمام؟ طيب بصوا بقى، ركزوا بس معلش 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 ركزوا معلش الشباب.
شباب عشان اللي جايه دي اللي جايه دي مهمه اللي جايه دي مهمه معلش معلش الجزء ده الستودنت والجريد بيقول لك الستودنت والجريد دي الاسامي بتاعته فبيقول لك بقى ايه احنا عايزين نديله الليتر جريد اللي هي ايه اف ولا بي بلس ولا ايه بناء على الارقام دي تمام ها تتوقع ايه ها حد يديني اي معادله صح بيلوك اب صح انت ماشي كويس 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 بصوا يا جماعه احنا قلنا ايه بيساوي في لوك اب احنا بندور بايه بندور بالجريد اوكي كوما بندور بيها فين في الكولوم ده في قصدي في الجدول ده ندوس هنا وبعد كده نعلم كده خلاص نعمل دراج يعني نعمل سيلكت على الاثنين تمام بعد كده ندوس كوما انت عايز انهي نتيجه النتيجه بتاعتك في انهي عمود رقم 2 كوما انت عايز بقى ابروكسيميت ولا ترو ليه بقى قلنا ترو لان هنا الارقام بيقول لك 74 ياخد سي من 70 ل 73 ياخد سي ماينس ومن 77 ل 80 ياخد سي بلس هنا بقى الارقام هنا مش مظبوطه فاحنا عايزين ارقام تقريبيه بحيث ان هو يشوف التقريب ما بينهم ويديله البتاع اهو ويديله قصدي الجريد تعالوا نشوف ندوس ترو اللي هو واحد نقفل الكوس كده وندوس انتر تعالوا كده نشوف نتاكد من الارقام اللي احنا عملناها 93 دي تقع فين؟ تقع هنا كده من 90 ل 94 تدي ايه ماينس اديته ايه ماينس تمام ال 91 ايه ماينس ال 51 ايه 51 دي فين من 0 ل 59 اف كده احنا ماشيين صح تمام كده يلا بينا ننقل على اللي بعديها دي بقى حلوه قوي ايوه الديت فانكشن بصوا يا شباب معلش معلش بصوا في اللقطه اللي انا هقولها لكم دي بعد اذنكم احنا هنا عندنا التواريخ بتاعتنا خلاص التواريخ اهي وهنا بيقول لك احنا عايزين الدي اوف ويك دي دبليو دي او دبليو دي اوف ويك اللي هو حد 2 3 4 هنعملها بايه حد عنده اي معادله نعملها سيف شغل دماغك هتشتغل صدقني هتطلع لا لا تكست معادله تكست بصوا يا شباب بصوا يا سيف لو دوست هنا كده دوست بيساوي تكست لو تفتكروا التكست دي كانت مشهوره جدا الفاليو انت بتقول له ايه التكست دي بتشتغل مع التواريخ بتشتغل مع التواريخ هندوس هنا كده هندوس ده التاريخ اللي احنا عايزين نغيره دوس كوما الفورمات بقى انت عايز تغيره بانهي طريقه على فكره التكست دي موجوده في باور بي اي اسمها فورمات يعني المعادله دي هي في باور بي اي اسمها فورمات يقول لك انت عايز الفورمات بتاعها ايه اقول له دبل كوتيشن دي 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 فاكرين الجمله دي فاكرها دي يا اسد لا دي 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 او ام 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 وهكذا يبقى نكتب دي 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 اللي هو يبقى الاسم كامل دبل كوتيشن وندوس انتر قال لك ان الاسم كامل قال لك مندي طب لو انا خليتها 3 دي هتبقى من كده طب لو انا خليتها 2 دي ها لا هتبقى رقم هيبقى 30 هيبقى 30 صح كده اهو يبقى دي دي اي رقم ايه اللي هو عدد اليوم بتاعنا ايه ما دي الفورمات لو 3 دي يبقى من اللي هي زي اوج او سب سبتمبر اوج اللي هي زي اوجست دي اي كده طب لو انا خليتها 4 دي تبقى من دي وصلت ولا تطلعش معاه نيم انت كده ما حطيتش الكوتيشن تحطوها ما بين كوتيشن سي صح 30 يبقى زودي 2 دي كمان دي دي كمان دوس دبل كليك دوس دبل كليك عليهم على المعادله اكتبي دي دي كمان يبقى 4 دي وصلت كده يا حاجه تمام كده هنشوف دلوقتي خلصنا كده اوكي شباب السلام عليكم ماشي خلاص كده احنا عملنا الماندي تيوزداي دوس دبل كليك قال لك وينزداي اهي ودي الايام الير في معادله يا جماعه اسمها يير اللي هو بيجيب لك التاريخ ده احنا عايزين نعرف منه السنه بتاعته رقمها كام او 23 22 معايا ان طيب يساوي يير اهي وندوس على التاريخ بس كده يير وندوس على التاريخ اهو قال لك ان التاريخ ده ان السنه دي 13
اهي دبل كليك اهي بالظبط يعني حاجه زي كده. بس انا يير دي كويسه خلاص يير مانس في معادله اسمها مانس برضو على فكره يساوي مانس يير برضو لو عملتها اربع يير يبقى هيجيب لك 23 بقى هي تكست زي دي على فكره تمام. مانس قال لك مانس دي يعني ايه؟ مانس دي بحس ان انا بند على واحد هي إيه مانس عامل ايه؟ صح مانس اهي كده دوس انتر قال لك ان الشهر بتاعها شهر 9 وبعد كده ام بس لا ام بس مانس احنا عايزينه لا الشمع المعادله اللي جايه تبقى ليها ركزي في اللقطه اللي جايه دي كوارتر كوارتر دي فيها تركايه على فكره كوارتر انا عايز اجيب الكوارتر ده كيو 1 كيو 2 كيو 3 نعم لا كوي كوارتر لا مش عارف بص يا شباب كوارتر دي معايا انت كده تمام احنا لحد هنا تمام احنا لحد هنا تمام كويسين كده تمام تمام خلاص كده تمام كوارتر بقى كوارتر دي بقى فيها تركايه بسيطه كده الكوارتر دي مكونه من 3 شهور صح؟ فنقسم الشهر ده على 3 شهور صح؟ يعني ده شهر 9 لما نيجي نقسمه على 3 شهور يبقى في انهي؟ يبقى في الربع الثالث يبقى بيساوي ده على 3 3 يبقى في صح مش شهر 9 ده اللي هو في الربع الثالث في الشهر في السنه قصدي بس هنشيل الزيرو ايوه صح ولا غلط يا جماعه ايوه احنا اول 3 شهور من 1 ل 3 ثاني 3 شهور من 3 ل 6 ثالث شهور من 6 ل 9 صح؟ انتوا بتقسموا انتوا يا جماعه ما فيش حاجه انتوا بتقسموا المانس المانس اهي عدد الشهر اهو لا لا ثلاثة احنا قلنا ايه المانس رقمه 3 المانس احنا جبنا الشهر كام شهر 9 عايزين نجيب الكوارتر بتاعه يبقى نقسم 9 على 3 لو قسمنا 9 على 3 هيجيب لنا الرقم صح اسمع بقى الاخر بقى ما هو اسمع يا عم الحاج بقى انا انت كده كده جاي بصوا بقى ركزوا ايه؟ مش شغالين ايه؟ ايوه انا والله الراجل لسه بيقول حاجه اسمعوني بس اسمعوا خلاص كده خلاص كده احنا كده وصلنا لايه؟ لمرحله كويسه لما نيجي ندوس دبل كليك هيطلع لنا حاجات عشريه 3 و7 ما اهو لو اقسمها كده على 4 وشوفوا اهي 9 على الكوارتر 3 شهور والله الكوارتر عباره عن 3 شهور ما كوارتر 1 وكوارتر 2 والله صح انا فكره كويس والله قايل الناس بتشكك لي تمام تمام نكمل بقى اللي جاي لا لا هي 3 شهور كوارتر 3 شهور ما انت عايز تعرف انهي كوارتر اقسمها على 4 هتلاقي الرقم اختلف تمام كده يا شباب نكمل بقى اللقطه اللي بعديه معلش خليكم بس معايا لحظه ايوه في كسر انا عارف ان في كسر ما هو عشان كده اقول لكم اللي جايه تمام لا 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 كونديشن فورماتيك الوان تمام نعم لا ما هو لا انت عايزها معادله بقى انت عايز تطلع ارقام بص بقى كده احنا في دي كده المعادلات دي كده المعادله طلعت ارقامها 2 و3 من 10 4 و7 من 10 نعمل ايه بقى في معادله حلوه جدا بيستخدمها في الكوميشن او في المعادلات الحسابيه اللي هو لو حاجه طلعت لك بالكسر طلعها لي اقرب واحد طلعها لي اقرب خمسه طلعها لي على حسب الارقام بقى يعني فاهمين قصدي ايه؟ يعني مثلا 110 لا انا عايزها 150 يعني مثلا يقول لك ايه انا مش عايز كسور انا عايز الرقم اللي يطلع لي يطلع لي رقم ثابت يعني طلعت لي 97 قفلها لي ال 100 نعم راوند هي راوند فعلا في معادله يا جماعه اسمها راوند في بقى اكتر من راوند راوند اب راوند داون راوند داون دي اللي انت تنزلها لي يعني لو 95 لا نزلها لي مثلا 90 راوند اب لو مثلا 3.7 من 10 خلى لي كام؟ بالظبط هي دي هنعمل كده هنا هنيجي نكتب هنا راوند اب اهي نعم لا راوند اب راوند اب احنا عايزين نطلعها اي حاجه تطلع لفوق هنشوف دلوقتي هنشوف دلوقتي الرقم اللي احنا بنقوله ده صح ولا غلط ايوه بالظبط هنكتب هنا قبليها قبل دي كده نكتب راوند كده راوند اب يعني دخلنا القسمه دي جوه راوند اب وصلت كده راوند اب ده بيقول لك ايه النمبر اللي هو اللي هيطلع من هنا انت بتقسم التسعه على الثلاثه يعني النتيجه اللي هتطلع من من ده دوس كوما اقربها لي لاقرب زيرو ايه ده دوس هنا كده كوما اقربها لي لاقرب زيرو
بعد كده ندوس انتر، نقفل دي كده وندوس انتر ونعمل دبل كوتي دي كده. بصوا كده ال 11 دي تقع في انهي كيو؟ كيو الرابع. بصوا كان قصده بقى احنا ليه ما بنقسمش على اربعه مهم السنه اربع كوارتر يا جماعه؟ الكوارتر ثلاث شهور والله، هو انت بتقسم الشهر على ثلاث شهور عشان تطلع الكوارتر يا جماعه. اللي انا اللي انا عامله ده غلط يعني؟ مركز كده، هل الارقام اللي انت شايفها دي غير منطقيه؟ مش قصدي يا جماعه فهموني يعني، ما احنا الحمد لله، الحمد لله وشكر لله ان احنا بنشرح حاجه تطبيقيه يعني، انتوا بتطلعوا ارقامكم بعينيكم. الرقم ده لو انا قسمته على اربعه انا متاكد الرقم هيختلف. تمام؟ فنزود بقى نعمل حبس تكنات شويه يا باشمهندس ولا ايه؟ انت معايا؟ طب استنى بس نعم؟ ماشي انا، لا دي بقى دي الفورمات دي في النمبر. خلاص كده يا عمر؟ احنا ممكن نعملها، انت عايز تعملها جوه المعادلات؟ انا معاك على فكره، على فكره انا جاهز واعملها. بص يا شباب بص ماشي، حاضر 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 اي راوند اب اهي. بص يا شباب اي معلش انا اهي اي انا هعمل كده اهو، انا هكتب راوند اب هنا كده لوحدها في, 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 في عمود لوحده اي راوند اب اي راوند اب اي. بيقول لك النمبر بتاعك فين؟ اقول له النمبر ده كوما. انت عايز تقربه لاقرب ايه؟ اقول له اقرب زيرو، خليها اقرب زيرو يعني تقفل، يعني تقفل الرقم من الاخر، اقفله لي لو في علامات عشاء اقفلها لي. فمن الاخر لو 4 7 من 10 هتقفل كام؟ 5. لو 3 و2 من 10 هتبقى 3 لان ما عدتش النص. تمام؟ اللي احنا بتاعت الرياضه اهي. ونقفل كده وندوس انتر ونعمل كده دبل دبل كليك اهي. قال لك ان ال 11 دي في انهي كيو؟ شهر 11 في انهي كيو؟ في الكيو الرابع. مثلا شهر 6 في الكيو الثاني. السلام عليكم ولا ايه؟ تمام؟ شهر 12 في الكيو الرابع. ابروكسيمت. ايوه ابروكسيمت. خلاص كده يا جماعه؟ اه والله عشان كده احنا فصلناها عشان الناس عطلت. ايه ده؟ بصوا يا شباب انا ممكن اعمل بقى ايه؟ بصوا بقى عشان احنا ممكن نعمل اكتر من معادله جوه معادله. يعني احنا هنا ايه فصلناهم على بعض. احنا قلنا ايه في اول المحاضرات خالص؟ احنا قسمنا التسعه على الثلاثه صح كده؟ وطلع لنا الرقم صح ولا ايه؟ وبعد كده عملنا لها راوند اب. هو في ايه؟ طب قولي لي، ايه المشكله؟ ما الصوت اتخانقوا هنا مش عارف ايه؟ في صوت هنا. طب ماشي خليها زي ما هي، وانا اعملها دلوقتي. انا هعمل معادله ثانيه. بصوا يا جماعه اللقطه دي، احنا دلوقتي احنا عملنا ايه المانث دي؟ نفترض ان احنا هنعملها بتكست يا عمر زي ما انت قلت لي، ان احنا نعملها تكست اهي. تمام اهي، وندوس على التاريخ وبعد كده نعمل بعد كده ام 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 نلاقي يجي لنا بالظبط بالظبط. فكده يبقى عندك مشكله اهي كده. معلش فاليو ايه ده؟ نعمل دي كده، نمسح دي كده. يبقى عندنا مشكله اللي احنا بقى عايزين نطلع الكوارتر. انا هعملها لكم كلها في معادله واحده. ركزوا بقى في اللقطه دي، احنا الكوارتر دي بيجي ازاي؟ اول حاجه احنا عايزين نجيب الشهر، هندوس كده مانث صح؟ المانث بتاع دي صح كده؟ هيجيب لك الرقم اللي هو ايه؟ 9 صح؟ بعد كده هنروح قاسمينه على 3 وندوس انتر. فكده جاب لي ايه؟ ان الكوارتر الثالث والرابع وهكذا. فهنا هيبقى في ايه؟ يعني علامات عشريه. فنروح عاملين ايه؟ شايفين دي كده؟ هنيجي قبل المانث دي نعمل راوند اب. راوند اب اهي. خلاص؟ الراوند اب اهي. المعادله دي كلها الرقم النمبر ده اللي هي المعادله دي كلها بعد ما تطلع نتيجه تطلع نمبر صح ولا غلط؟ هنيجي هنا كده كوما. هنيجي نقول له بقى قربها لي اقرب رقم زيرو. نقفل الكوس كده وندوس انتر. فكده جابها لي ايه يا باشمهندس؟ اه تمام. السلام عليكم. تمام. هنيجي هنا كده وهنقرب دي كده. كده جابها لي ايه في الكوارتر الثالث. طب انا عايز اضيف بقى كلمه كيو قبل 3 بحيث ان هي تبقى كيو 3 كيو 4. لا لا بقول لك تعالى اقعد هنا. بص منصب ايديا والله. بص برجليا. ايوه بايديا. تمام. هو منصب دي متخيله تطلع ازاي؟ تمام انا كويس على فكره، انا كويس. تمام ركزوا بقى. معلش هنعمل بقى معادله ثانيه. معلش مش شغاله ليه يا جماعه؟ طب معلش اكتبوا معايا من الاول تاني ولا اسيبها لكم امشي؟ انا الحركه دي اسيبها لكم امشي تاني اهي. بيساوي
نعتني نطلع الكوارتر يا جماعه، احنا بنطول قوي في الموضوع والموضوع لا محتاجين نسرع شويه. معلش ركزوا بقى معايا، معلش لكم عشان الموضوع طول قوي، معلش عشان لسه في حاجه كتير قوي اشرحها. بيساوي مانث، اي احنا عايزين نطلع الشهر من هنا ونقسمه على ثلاثه عشان يجيب لنا الكوارتر. هنجيب مانث اهي، مانث اهي ودي كده، وبعد كده نقفل القوس بس كده خلاص، ونقسم على ثلاثه اللي هو عشان نطلع الكوارتر، وندوس انتر خلاص كده. بعد كده نعمل ايه تاني؟ هنيجي قبل المانث دي بقى عشان نقرب العلامات العشريه عشان تبقى مقفوله، هنعمل راوند اب قبل المانث. اكتبي قبل المانث اهو عشان ما نعيدش تاني. اوكي راوند اب اهي قبل المانث خلاص كده يا عمر. تمام دي كده النتيجه بتاعت النمبر اللي هتطلع. بعد كده كوما، بعد كده نحط ايه؟ زيرو. خلاص كده يا ستي يا جهاد. الاء يا الاء قصدي. خلاص كده، خلاص كده اكيد خلاص كان في الكوست كاونت انتر. تمام فكده جاب لي ايه؟ الكوارترز بالارقام، فانا عايز ازود بس عليها كمان كيو، بس كلمه كيو. فاكرين كان في معادله اسمها كونكاتينيت، الجمله الغريبه اللي كنا بنقولها دي؟ او يا عم لو احنا مش عايزين نقول كونكاتينيت دي، نيجي هنا كده هنعمل الكيو عشان احط عشان اكتبها. اكتبها ازاي؟ لازم ما بين كوتيشن. هنيجي هنا قبل الراوند ادوس كده كوتيشن كيو خلاص كده، واعمل علامه الاند اهي، اند اهي، ودوس انتر. السلام عليكم. بس كده اهي، اي كيو قبل اهي. بصي تحط الكيو ما بين الكوتيشن اند والمعادله الطويله دي خلاص كده. ماشي هندوس دبل كليك اهي كده بقى كيو 3 كيو 4 ان. انت معايا؟ كيو 3 كيو 4 كيو 1 تمام كده يا شباب. كده احنا خلصنا الكيوهات اهي. تعالوا بقى في الاف ايزر. بصوا يا شباب هنا بيقول لك ايه؟ معلش هنا بيقول لك احنا عايزين نهايد الميسي ايرور اللي موجوده هنا. شايفين الميسي ايرور دي؟ الديف دي اللي دي معادله بتيجي نتيجه ان انت بتقسم صفر على صفر او بتقسم حاجه على صفر، اسمها ميسي ايرور اللي هي ديف دي، اللي هي ديف دي. او ما تلاقيها اعرف ان انت هتلاقي حاجه اسمها معادلات، اكيد قابلتكم قبل كده في حاجه، اكيد المعادله دي قابلتكم. فانت عايز تلغي المعادله دي بحيث ان انت ايه من الاخر مش عايز تظهر بديف دي، انا عايز تظهر بس كزيرو، عايز تظهر كفاضيه، عايز تظهر كاي شكل ثاني يا باشمهندس. فهنا تيجي معادله اسمها اف ايرور. اف ايرور اهي، تعالى نكبر الكلام كده شويه. هنيجي هنا كده، دي المعادله، دي المعادله خلاص كده. هنيجي نكبرها كده عشان نكبر كده. بص ايه؟ معلش هدوس حاجه غلط خالص. بس هنيجي هنا كده يا شباب، بص شايفين مش المعادله دي بيقول لك ان ده بيدع ان ده على ده؟ هنيجي قبل الكلام كده اهو، هنيجي نعمل كده اهو، هنيجي قبل الكلام نكتب اف ايرور. اف ايرور اهو، اف ايرور اي، اف ايرور اي، دبل كليك. المعادله هي الفاليو اهو عادي، بيقول لك بقى ايه كوما. طب لو الايرور ده جاي لك هتعمل له ايه؟ قول له خليه زيرو، زيرو اهي، او فاضي، او اي، او محمد، او عمر، فاهم قصدي؟ او نل بالظبط كده تمام اهو، ونقفل الكوس. وصلت؟ انا لازم اجي بعد كده اكد عليك، يعني اجي اختم هنا الاول اهو. بص يا ستي المعادلة دي بيقول لك دي ديف، دي بيقول لك دي ان دي المعادلة دي غلط او بتطلع لك نتيجة غلط. فأنا عايز النتيجة بدل ديف دي نخليها نل زيرو، ما تبقاش ديف دي. هنيجي هنا كده، شايف المعادلة هي بتبقى ده على ده اللي هي المعادلة اهي. اهي تعالى نقربها اهي. هنيجي قبل الاتش دي كده نكتب اف ايرور. اف اف اهي، اف ظهر ايرور قدامي، دبل كليك عليها اهي كده. المعادلة بقت جوه اف ايرور صح؟ بعد كده هي هنيجي ندوس هنا كده كوما، ونخلي مكان الايرور. الايرور بص حتى بيقول لك ايه؟ فاليو اوف ايرور، يعني لو المعادله دي طلعت ايرور هنعمل ايه؟ نوز زيرو. دوس انتر ونسحب المعادله تحت. شايفين ديف ايه؟ رقم 3 اهي. دوس هنا كده دبل كليك، بقت زيرو اهي. وصلت؟ فدي بيقول لك ايه؟ عشان يبقى الشكل يبقى مش ما يبقاش بالمنظر ده، يعني ما يبقاش بالمنظر الاولاني ده كده ليف ديف دي كتير. لكن لما انتوا تعملوها باف ايرور بتلغي الليف دي خالص، بتلغي الايرور اللي في المعادلات خالص. تعالوا بقى على اللي بعديها. بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم ركزوا معايا، يعني الغاليين ركزوا معايا عشان المعادله اللي جايه دي معادله طويله. معلش انا هكتبها. لا اله الا الله. معلش بس انا من المعادي صح؟ لا والله ما انت لسه قلت معايا. حاضر حاضر.
ربنا معاك. ماشي يلا يا جماعه نكمل. ماشي تمام. على فكره احنا عندنا ايه في الروم؟ لو عايز ارجع تاني ارجع على فكره. لا لو عايزين اعيد المحاضره ما عنديش مشكله برضو يعني. تمام ماشي يا جماعه. بص يا جماعه بيقول لك ايه بقى؟ انا عايزك تطلع لي فلتر. بيقول لك انا عايزك تطلع لي فلتر على الاماونت اللي فوق ال 300,000. ركزوا بقى. انت انا من كتر التركيز. بص ده جدول، ده جدول الليدجر دي اللي هي الناس المحاسبين بيبقوا عارفين الليدجر دي اللي هي الموازنه والكلام ده والاس اس دي ودي كل دي ارقام اي دي. احنا عايزين نعرف الفند ده اللي هو رقم التحصيل او التمويل والتوتال اماونت ده اللي هو الفلوس بتاعته. فهو بيقول لك ايه؟ احنا عايزين من الجدول ده حاجتين، عايزين نطلع الفلوس اللي فوق ال 300,000 وعايزين نطلع الفند اللي هو رقم التمويل اللي هو رقمه 1260 و13 10. احنا عايزين نطلع اللي فوق ال 300,000 واللي هو رقم الفند ده هو رقم التمويل ده او ده عشان خاطر لسه ما عملتهاش. لا هي دي غير اللي انت متخيله، يعني غير اللي انت هتقوله يعني. بصوا يا جماعه في معادله اسمها فلتر. فلتر دي دايناميك. دايناميك دي يعني بتشتغل، انت بتعمل معادله وهي بتاخد النطاق اللي هو واخده. لا بص يا جماعه في معادله اسمها فلتر. فلتر دي بتقول له انا عايز داتا من الجدول ده بناء على شروط انا هديها لك، والشروط اهي خلاص اهي. طب فلتر دي بتشتغل ازاي؟ تعال نبتديها الاول بال 300,000 دولت، التوتال اماونت اللي فوق ال 300,000. هنيجي هنا كده ونكتب فلتر بيساوي فلتر اي مظبوط يا باشمهندس تمام. الاري انت عايز ايه يا عم محمد؟ اقول له انا عايز كل الاري ده من اول هنا كده لاول لحد هنا. التوتال الاري ده اللي هو الجدول كله. الاري بعد كده كوما. الانكلود انت عايز ايه يا عم محمد؟ اقول له انا عايز اللي من اول هنا ده التوتال صم ده كده التوتال اماونت ده تمام اكبر من 300,000. لا مش اصلا. ازوم كلام صوت حاول. تعالى نعملها من اول تاني اهو. هنيجي ندوس هنا فلتر اهي. فلتر اهي الاري انت بتدور انت عايز ايه اللي يطلع لك الاري ده؟ انت ايه اللي هيطلع لك؟ تمام يا شباب. الاري ده اللي هو ايه اللي هيطلع لك؟ هنقول له ان هيطلع لي اللي هو الجدول ده كله من اول هنا كده لحد هنا خلاص. بعد كده كوما. الانكلود انت عايز ايه؟ ايه اللي يطلع على اساسه؟ انت عايز الشرط بتاعك اللي هو ايه الانكلود ده؟ هنقول له احنا عايزين اللي هو التوتال اماونت ده اكبر من اهي المعادله اهي اكبر من 300,000. 1 2 3 دوس انتر. بس دوس انتر. حد طلعت معاه في اي رقم؟ اي حد اي طلعت معاه نتيجه؟ طلعت نتائج الحمد لله كويس انا مبسوط اهي. بص طلعت نتائج اهي. ركزوا بقى معايا طلعت نتائج اهي. بس المشكله الكبيره اللي هي النتائج اللي طلعت، احنا بقى عايزين بقى نحط بقى الشرطين دول كمان. احنا كده طلعنا كل اللي فوق 300,000 خلاص كده كده كل فوق. بصوا احنا معلش احنا يعني احنا طلعنا دول كمان معاه. بس احنا قصدي ايه؟ ان احنا ممكن لو احنا عشان نشيله نعلم بس على الارقام، يعني الموضوع مش هيبقى كبير. انت في ايه؟ على نظرته حيره غريبه. في ايه؟ قول لي. تمام خلاص كده؟ خلاص؟ فاحنا كده احنا قلنا له طلع لنا الارقام اللي فوق 300,000 جنيه. خلاص كده؟ تمام. ايه؟ للاسف بقى خلاص. تعالوا بقى اللي بعديها بقى. احنا دلوقتي عايزين نحط بقى شرطين كمان، نقول له احنا عايزين ارقام التمويل اللي هي 1260 و13 10. بص لو تلاحظوا هنا 11,000 1260. لا احنا عايزين بقى شرطين بس. هنعمل ايه يا ستي؟ هنقول له ايه؟ اند دي. بصي احنا دلوقتي احنا قلنا ايه؟ احنا عايزين الشرط ده ومعاهم شرط او شرطين او شرط يتحققوا. يعني بص نقول له ايه؟ احنا اولا اول شرط ده اللي هو 300,000 اند الفند بقى اللي هو ما بين ال 1260 او ال 13 10 ده او الاثنين، يعني يا اما ده يا اما ده. وصلنا؟ يبقى احنا كده عملنا اول مرحله اللي هي فوق ال 300,000. نعم. او الاثنين
مش انت، احنا ما قلناش انت. لا دي ارقام، دي ارقام، ارقام محاسبه، ارقام، ارقام عملاء او ارقام اكونتات، فمش بتوين. لا فعشان نعمل الاند دي، اند بص يا جماعه احنا هنقول له اند حاجه من الشرطين. الاند دي عشان تتعمل يبقى لازم نحط الانكلود، مش احنا عملنا انكلود الاول خالص، دي الانكلود دي هنحطهم ما بين قوسين بس الاول، اي قوس اهي وقوس اهو. حاضر حاضر، حطينا الانكلود ما بين ما بين ده وما بين ده، يعني قوس اهو قوس اهو، خلاص اهو الانكلود بس، يعني وصلنا كده يا جماعه؟ انتوا معايا صح؟ تمام. بعد كده عشان نعمل اند دي، اند دي اللي هي استريك اللي هي شيفت 8، شيفت 8 عشان تبقى اند بقى. تمام. وبيقول لك ايه؟ نفتح قوس تاني، بيقول لك احنا عايزين الفند ده اللي هو اول حاجه 1260. يبقى هنيجي هنا كده في الفند اهو، هنمشي كده. اه تعالى معلش انا وسع عليك كده شويه، هنيجي نمشي هنا كده. احنا واقفين لحد هنا كده، هنيجي عند الفند دي كده في حس توتر يا والله اصب. اهو هنيجي هنا عند الفند ده كده بيساوي 1260 060 خلاص كده، وهنقفل. اهو اهو احنا عملنا الاول الكوس بتاع الاكبر من 300000، بعد كده عملنا اند الشرطين التانيين. اند يا باشمهندس اللي هي استريك. تمام تمام، وصلت كده؟ وصلت كده الري ده لسه ورا خالص. لا طب لا انا اكمل بقى معلش، عشان انا في ناس متابعه. ها اه تمام. وبعد كده عملنا الاند ال 1260، بعد كده نقفل الكوس ده. اور بقى اور اللي هو يا اما 1260 او ايه او 1310 اللي احنا كنا عاملينه ده، اور بقى اللي هتبقى بلس، هتبقى زائد كده. تمام. هنفتح كوس تاني. حاضر هنفتح كوس تاني برضو، فند تاني زي ما احنا ماشيين، بيساوي 13 اهو، هنكتب هنا 13010 خلاص، وهنقفل الكوس ده كده. يبقى كده احنا عندنا ثلاث شروط، اللي فوق 300000 واللي ما بين ال 1310 وال 1260، ونقفل الكوس كده وندوس انتر. تعالوا كده بقى نشوف النتيجه دي صح ولا غلط. بص هو اولا جاب لي كل اللي فوق 300000 تمام اهو، وجاب لي الفند اللي هو 1260، طب فين 1310؟ اهي وصلت كده. المعادله دي معادله جباره، فلتر دي بتعمل لكم كابشن على حاجات انتوا كونديشن انتوا بتحطوها. تعالوا كده نعملها كده فورمولا تكست. تمام دي المعادله اهي. لا مفيش حاجه هتجيب حاجه، مفيش حاجه هتجيب اي حاجه غير هي الفلتر. تعالوا بقى على اللي بعديها. بصوا بقى عشان دي كونديشنال فورماتنج ما جاتش. طب ممكن طلب، ممكن طلب نكمل؟ انا مسجل لكم كل حاجه والله عشان بس ننجز. معلش كونديشنال فورماتنج بصوره مختلفه خالص عن انتوا تعرفوها. معلش معلش ركزوا بس معايا. كونديشنال فورماتنج مختلف خالص عن اللي انتوا تعرفوه. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك يوز كونديشنال فورماتنج تو دايناميكلي هايلايت روز اوف داتا. وي نيد تو يوز كونديشنال فورماتنج تو دايناميكلي هايلايت تيبل من اي 9 لكيو لاو 130 اللي هو الجزء ده كله، التيبل ده كله. بيزد اون، بيزد اون من كيو 3 لكيو 9. يعني من الاخر، من الاخر اللي موجود في الاس اي دي اللي هو الجزء ده كده موجود هنا او هنا، اعمل لي هايلايت على الرو كله. وصلت كده؟ يعني اللي موجود في في التيبل الصغير ده موجود هنا، اعمل لي هايلايت على كل الرو فيه. هنستخدم ايه؟ نستخدم معادله ايه؟ ركزوا كده يا جماعه. هنا بيقول لي انا عايزك تعمل لي كونديشنال فورماتنج، يعني اعمل لي هايلايت على 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 الصفوف بناء على، بناء على الجدول الصغير ده. يعني من الاخر لو لقيت الاس اي دي اللي هو 12 17 ده هنا كده هنا، لون لي الصف. لا هي كونديشنال فورمات. بصوا يا شباب في معادله، لا لا هقول لكم احنا هنعمل، نستخدم معادله في لوك اب. تمام في لوك اب. تمام
وهنستخدمها جوه كونديشنال فورماتنج. ده شكل انتوا مشفتوش قبل كده، خليكم بقى معايا في الحته دي. معلش يا جماعه انا مش هقدر اعيد تاني، فركزوا في كل تفصيله عشان بس في تفاصيل تانية عايزين نشرحها. تمام، هنستخدم في لوك اب. في لوك اب احنا عايزين دلوقتي نعرف ايه الاس اي دي دولت موجودين في هنا ولا لا. هنستخدم في لوك اب، هندوس هنا بيساوي في لوك اب، وهندور هندوس بتدور بايه، هنقول له بدور بده كوما، بتدور فين، اقول له بدور هنا كوما، بيقول لي انت عايز اني نتيجه، اقول له نتيجه رقم واحد. حاضر، اقول له نتيجه رقم واحد، بعد كده كوما، انت عايز اني نتيجه زيرو ولا ترو، اقول له زيرو، واقفل القوس ودوس انتر، واعمل كده دبل كليك، كده طلعت لي ارقام. خلاص اهي المعادله، اهي المعادله اهي، خلاص واحد. ايه ما هو ما فيش غير ده، ما هو الجدول انا عايز النتيجه اللي في الجدول رقم واحد، ما هو ما فيش اكتر من نتيجه. يا جماعه اسمعوني، امشوا يعني ركزوا بس معايا، مش لازم تكتبوا ورايا يعني، في الفيديو ممكن تشوفوها، ركزوا عشان فيها تفاصيل كتير. تمام، فكده انا طلعت المعادله اهي. هناخد المعادله دي بقى يا باشمهندس نعملها ايه؟ هنيجي هنا هناخدها كنترول كنترول سي. تمام، وهنيجي بقى نعمل ايه؟ هنروح معلمين على الجدول ده كله. خطوات كتير، ركزوا معايا بالله عليكم عشان ما تقعدوش يعني عشان ما تنهجوش. تمام، اهو هنيجي هنا بقى نعمل كونديشنال فورماتنج. بس هنيجي هنا في حاجه اسمها نيو رول، في حاجه اسمها يوز ا فورمولا، اللي احنا عايزين نعمله كفورمولا اهي. الفورمولا دي ظهرت، هقول له ايه بقى في الفورمولا دي؟ هقول له بص يا عم حاج، بقول له لو الاس اي دي دي ونخليها متثبته كعمود مش متثبته كخليه. خلي بالك هنا، خدت بالك من هنا ان السي، ان السي قبليها قبليها دولار ساين، وال8 قبليها دولار ساين، فكده دي خليه متثبته بس، انا عايز اثبت العمود ينزل ويطلع، فهنشيل من قدام ال8 دي الدولار ساين. هنقول له لو السي بتساوي الفي لوك اب اللي احنا عملناه، فاكرين الفي لوك اب اللي احنا لسه عاملينه من شويه؟ يعني لو دي بتساوي الفي لوك اب او النتيجه، ما هو الفي لوك اب ده في الاخر هيطلع النتيجه. بقول له لو السي دي هتساوي النتيجه دي ونخلي هنا، يبقى الحاجه بتاعتها تبقى يعني الرينج يبقى مقفول، وهنا ده يبقى برده مقفول على العمود اهو. اف 4 اف 4 اف 4 اهو. اعملها لي كونديشنال فورماتنج باللون، انا عايز بس اهي باللون الاصفر، وخلي لي مثلا فونت مثلا بولد، وكبرها لي مثلا ايه، خلي لي مثلا باللون الاسود ده كده اهو. وندوس اوكي، وندوس اوكي. خدت بالكم؟ بصوا بقى، اي حاجه موجوده في الجدول ده وهي موجوده في الجدول ده تعمل عليها الاين. طب تخيلوا مثلا انا شلت مثلا شويه من هنا مثلا، دوست كده الالوان كلها اختفت. خدت بالكم؟ ما خدتوش بالكم ولا ايه؟ لا بص اسمعني، الخطوات كتير قوي. بص معلش يا شباب، انا بس حبيت اوريكم، احنا عملنا الاول في لوك اب، عملنا في لوك اب اللي احنا ربطنا الجدول ده بالجدول ده، وخدنا معادله في لوك اب دي كوبي وحطيناها في نيو رول جوه الكونديشنال فورماتنج، وقلت له ان لو النتيجه هنا، لو النتيجه في الاس اي دي دي بتساوي اهو، بص اهي اهو، بص بقول له هنا، بقول له هنا، بقول له لو سي 8 اللي هي دي بتساوي الفي لوك اب ده كله اللي هي الناتج اللي هيطلع بعد الفي لوك اب، اعمل لي هايلايت بقى اللي هو باللون الاصفر، وخليها لي مثلا باللون الاسود. تمام، اهي صوروها واعملوها بعدين. معلش انا اسف عشان بس عندي حاجات عايز اخلصها. المحاضرة دي بتتسجل، ودي أنا بسجلها كمان وبرفعها عندي على اليوتيوب، خلاص؟ تمام، تعالوا بقى ننقل على الكويستشنز. معلش، في تفاصيل تانية معلش عايز أشرحهم. هنا في جدول عندنا، في جدول. الجدول ده بيقول لي إيه؟ بيقول لي يو آر ذا داتا أناليست أوف لوكسجري كار ديلر شيب. بيقول لي وات إز ذا موست بوبيلار كار مانيفاكتشرر، اللي هو مصنع للكار. احنا عندنا هنا كار بي ام اكس 5 اودي مرسيدس وهكذا. احنا بقى عايزين نعرف الموست بوبيلر مانيفاكتشر، عايزين نعرف مين المصنع او المصنع بتاعه. نعمل ايه؟ تتوقع ايه؟ بي لوك اب على ايه؟ كار فين بقى؟ ادور فين؟ بص هنا في حاجه اسمها مانيفاكتشرنج كونتري، بس دي برضو كانتري، انا عايز المانيفاكتشرنج بس. لو تلاحظوا هنا يا جماعه مكتوب هنا بي ام دبليو اودي مرسيدس، مش ملاحظين ان 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 الشركه في الاول، ان حاجه زي سبليت كده، مش ملاحظين ان الشركه في الاول؟ فممكن نعمل ايه؟ في بقى معادله حلوه جدا اسمها تكست بيفور، اسمها تكست بيفور بيساوي
تكست بي 4 اهي عمر معايا اسمها تكست بي 4. كل عليا اللي انا هعمله اقول له في التكست بي 4 دي يقول لنا فين التكست، اقول له التكست دي بعد كده ادوس كومر يقول لي انت عايز تمسح تشيل او تجيب لي اني تكست، اقول له الديليمتر لو تلاحظوا الديليمتر ده اللي هو الفواصل، انت قلت فواصل قبل كده الديليمتر الفواصل احنا عايزين نعمل الفواصل بالظبط بس كده هنعمل كده تكست بي 4 اهي دبل كليك ما مش موجود اهو دوس كده عليها انت كده محتاج 24 شوط هندوس على التكست اهو بعد كده ندوس كومن الديليمتر ايه؟ اهو نوت ديليمتر اللي هو كده سبيس اهي بس كده دبل كوتيشن فواصل تكست بي 4 انت التكست دوست عليه الديليمتر اللي هو الفواصل دوست واقفل الكوز ودوس انتر لا اعمل سبيس قصدي معلش اعمل سبيس ايه؟ اي سبيس اي اول ما دوست انتر جاب لي بي ام دبليو فصل لي البي ام عن الاس الاكس الاكس 5 اي يعني بصوا بي ام دبليو اكس 5 هو جاب لي بي ام بس تمام يا باشمهندس فلاش فيلم ممكن تعمل صح حلوه دي فلاش فيلم حلو احنا صح احنا بنقعد نهري ليه صح ما كنا ممكن نعملها صح فلاش فيلم صح بس انا حبيبي بس ايه يعني احط شويه حبشتكنات في الموضوع تكست بي 4 صح دوس دبل كليك هتلاقي جاكور اودي ما هو ايوه ما هو بي ام دبليو اكس 5 سبيس اكس 5 بالظبط تمام وصل كده يا شباب كده احنا عملنا دي طب احنا برضو لسه ما عرفناش المانيفاكتشرنج ايه لسه ما عرفناش انهي مصنع الموست بوبولار اللي هو اشهر حاجه هنعمل ايه فاكرين معادله يونيك هنيجي هنا كده بيساوي كلمه يونيك على فكره يا جماعه معلش انا اسف ركزوا بس معايا لحظه بس في اللقطه دي اللي انا بس عايز اوصله لكم ان الاكزام اللي انا بوري لكم ده والتست ده فعلا فعلا مهم الموضوع المعلومات اللي انا بشرحها لكم دي فعلا مهمه حاجات ممكن ما اتشرحتش في المحاضرات بس هي بتجي لكم في ارض الواقع فبعايز لكم بس ركزوا معايا والله الفيديو انا مسجله يعني وفي كمان مايكروسوفت تيم مسجل فركزوا معايا مش لازم كل حاجه تكتبوها ورايا لان انتوا هتتعبوا في حته ان انتوا تتابعوا كل كلمه خلاص ماشي فاكرين كلمه يونيك يونيك فاحنا عايزين بصوا بي ام دبليو هنا بي ام دبليو هنا بي ام دبليو هنا انا عايز بي ام دبليو مره واحده ففي معادله اسمها يونيك يونيك اهي بيساوي يونيك اهي وهنعلم على دول كلهم كده هنا دوس انتر فجاب لي من بي ام واحده بس كل يعني من كذا واحده يجيب لي واحده خلاص وبعد كده نعمل ايه عشان نعرف موست بوبولار نجيب كاونت اف اتذكرت بي ام دي كم مره في التيبل هنيجي نعمل هنا بيساوي كاونت اف الرينج بتاعنا نقول له الرينج بتاعنا اهو كوما انت بتدور بيه اقول له انا بدور بده كده ونمسح دي وننزل تحت كده قال لك ان اكتر حاجه معموله عندنا هي ايه البي ام بي ام اتذكرت 7 مرات يعني اكتر مصنع اتعمل منه 7 مرات لو تلاحظوا الخطوات كتير فركزوا معايا وبعد كده الفيديو موجود هتعملها ازاي ما هتعملها ازاي فاهم قصدي فكده احنا عملنا ايه نخلي كده نشيل المعادلات بقى كده ندوس كوبي عشان بصوا يا جماعه كده لسه في معادله شغال طب انا عايز المعادله دي تبقى يبقى اكتبها بس هدوس معلم عليهم كده كليك يمين كوبي كليك يمين 1 2 3 عشان ما يبقاش في معادلات يعني لو جبت وقفت هنا كده مش هيبقى في معادلات خلاص كده تمام طب نعمل ايه تاني ده اول سؤال يبقى اول حاجه احنا حليناها اللي هو بي ام وات از ذا موست بوبولار مانيفاكتشرنج كانتري بقى يبقى نيجي نعمل ايه بص يا شباب مانيفاكتشرنج كانتري يبقى نعمل ايه يبقى هندور في الجدول ده اللي هو المانيفاكتشرنج كانتري اللي هو في الجدول اللي تحت ده بايه بفي لوك اب اللي هو البي ام جيرماني مثلا صح ولا غلط هي نفس اللي احنا بنعمله تمام هنيجي هنا كده في الكانتري اهي الكانتري عشان نكتبها اهي هنيجي هنا بيساوي في لوك اب في لوك اب دي لوك اب انت بتدور فين انت بتدور بايه اقول انا بدور بالبي ام دبليو كوما انت بتدور فين اقول له هنا بنزل هنا كده في المانيفاكتشرنج دي واقول له انا بدور من اول هنا لهنا تمام كوما انت بتدور انت عايز ايه رقم 2 كويس كوما انت عايز اول واحده ولا اللي هو تقريبيه ولا اكزاكت يبقى زيرو او دوس زيرو خلاص انتر قال لي ان البي ام الكانتري بتاعتها جيرماني والفولفو سويدن والكاديلاك يو اس اي خلاص كده وصلت كده يا شباب تمام فكده احنا عرفنا ايه السؤال الثاني على فكره يا جماعه الاسئله دي والله مهمه جدا والتست ده بيخليكم تعملوا ريفيجن على كل حياتكم تمام
What is the least what is the least popular color of cars؟ هنعملها ازاي؟ قول لي كده. لا زي الاول دي. طيب نعمل برضه يونيك. صح يونيك على ايه؟ يونيك على الكولر. صح صح جدع. صح اي كولر اهي يونيك وهنروح معلمين على الكولر ده كله عشان الكولر لو تلاحظوا الوايت متكرره والبلاك متكرر فاحنا عايزين واحد بس دوس انتر. صح جدع. كاونت اف اهي كاونت اف وهنروح معلمين على الكولر كوما وبعد كده نختار الوايت هيقول لك اهو وبعد كده دبل كليك قال لك 6 يبقى اكتر اتليست اتليست اللي هو وات از ذا ليست بوبولار كولر فور كارز اللي هو بلاك ده اقل حاجه مستخدمه في الباك واعلى حاجه طبعا الوايت البلو يبقى انا متاكد متاكد ان في سبيس بصوا كده في البلاك احنا قلنا ايه تريم صح صح عشان نشيل دي هنعمل هنا بيساوي كلمه تريم او ممكن نعمل تريم جول يونيك ايه رايك تعالي ممكن هنا كده نيجي هنا قبل يونيك ونكتب كلمه تريم 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 دي بتشيل سبيسز ونقفل الكوست كاونت سنتر شالت لا لسه في بلو بلاك وبلاك يبقى تعالوا بقى نشوف هنا بقى بصوا بلاك هنا طب انا عايز اتاكد هل بلاك دي بتساوي كلمه بلاك دي ممكن اقول له مثلا ايه بيساوي هنا كده بقول له كلمه بلاك دي بتساوي كلمه بلاك دي دوس انتر قال لي ترو طب الله طب انا اقول لك على حاجه عشان ما نغلطش ممكن ناخد دي كده كنترول سي ونعمل هنا كنترول دي كده كده اتشالت البلو ممكن ناخد البلو من هنا كده كوبي نحطه هنا كده بيست كده بلو تشيك كده ايه اكتر حاجه اللي هو كلر وايت واقل حاجه اللي هو اليلو وصل كده يا شباب وصل كده يا عمر وصل كده يا جماعه تمام اول لو قال لك كان قال لك انت على الاقل انت طلعت النتيجه ايا كان هي ايه فاهم مش منه مش قصدي هو ما قالش طلعها ازاي انت قلت ايه قبل ما ما طلعتش بس هو فهمت صح what is the average price per owner ها average ها نعمل ايه average صح كده تعالى نعمل افريج كام نجرب افريج برايس بير اونر او بيساوي افريج صح كده صح كده جد ونعمل كده ندوس انتر ليه بقى لا بقى دي مشكله هتقابلكوا تاني دي مشكله هتقابلكوا في الشغل ليه يا باشمهندس لا انا افريج يا جماعه المفروض افريج اهي افريج بجيب الارقام المفروض دي ارقام صح ولا غلط ممكن مش دولار ساين هي الدولار ساين دي ما اعرفش مش ممكن ما كنتش دولار ساين يا جماعه مش شايفها والله يا محمد انا بجد مش شايف الله نكبر اهي كده ونكبر اهي احنا قلنا ايه افريج برايس هنعمل كده يساوي افريج اهي كده افريج معادله افريج اهي وهنيجي نعلم على طول كده اهو اهو ما فيش اي حاجه ارقام والله ندوس انتر قال غلط ها ليه بقى؟ ها شايفين العلامه الخضراء اللي موجوده دي؟ ان هو كده مش شايفها ان هي ارقام هو شايفها تكست ايه 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 تكست حاجه سلام عليك حاضر خلاص بص ايه بص قول لي بالظبط بص ركز بقى في اللقطه اللي جايه لو دوست هنا كده شايف علامه ال دي العلامه دي كده دوس عليها كده اعملها كونفرت تو نمبر اهي بص ابتدت تظهر اهي لو دوست كونفرت تو نمبر بعد كده تروح نازل على دولك كلهم كده وتروح دايس هنا كده كونفرت تو نمبر ابتدى يجيب لك الافريج السلام عليكم لا ما كانت تكست هي كانت جنرال فعلا بس هي كانت ظاهره لك كانت تكست هي بص حاجه بص يا باشمهندس دي حاجه كده جوه الاكسل بتطلع هقول لك المشاكل دي بتطلع امتى بتطلع لما انت بتسحب حاجه من على سيستم بتسحب حاجه من السيستم ممكن تطلع لك المنظر ده المشكله مش عيب ايوه يا باشمهندس صدقني انا بص يا جماعه والله انا جايب لكم حاجه
من الارض الواقع رياليتي والله فعلا كيس ستادي فعلا حاجات بتحصل. انا جايبها لكم كلها حاجات فعلا بتحصل في مشاكل شغل, مش ان انا جايبها لكم مثلا حاجات مثلا من فيرتشوال. تمام يلا على بعدها يا باشمهندس, احنا كده خلاص كده خلصنا. ننقل بقى اللي بعديها امبلويز. اوه تفاصيل كبيره تفاصيل كبيره. احنا جايين لك اهو مساء الخير, انا جاي لك في الحته اللي جايه دي, انت اللي هتقولها لي الجمله اللي جايه دي. بص هو بص بيقول لك ايه, يو ار اسكد اسيست يور اي تي ديبارتمنت تو مايجريت انفورميشن فروم اولد امبلويز. السلام عليكم. بعد كده فيل ذا فيلد ان ذا فولوينج ورك شيت. احنا عندنا الايميل وعندنا الايميل اي دي وعندنا الفيرست نيم, احنا عايزين من الاخر نملى الجدول ده, مش عايزين نقعد نهري كتير يا باشمهندس ونفرغط. هنعمل ايه بقى الفيرست نيم, هنعمل ايه؟ ها نعمل ايه الفيرست نيم؟ اسمعي انا كلمتك انت على فكره, انا محمد على فكره انت لسه قايلها لي والله. اور انت بتقولي احنا قاعدين عمالين نقعد نشكل صح بلاش فيل بالظبط بالظبط تقول لي فلاش فيل. بص يا جماعه احنا عندنا ايميل اللي هو جون جونسون وجون ستورم ودي بي باورز معرفش ايه. طب احنا عايزين نفرطهم كده الفيرست نيم واللاست نيم. هنيجي هنا كده شايفين كلمه جون دي, شايفين كلمه جون كده اهو كده وصلت كده اهو, ما عملت زوم لقيتك وقفت كده اهو كده اهو جون. اي نكتب جون بس مره واحده, بعد كده ندوس كنترول اي كنترول اي اهي جاب لي اهي دي بي اهي جاب لي ستيفن او ستيفاني, بعد كده دونالد اهي وصلت كنترول اي دي كده اسمها فلاش فيل. وصلت كده خالص حلوه دي. طيب عايزين نعمل لاست نيم, لاست نيم هنعمل ايه؟ بعد كده نكتب بقى جونسون جونسون اهي نكتبها كده مره واحده اهي جونسون, بعد كده ندوس كنترول اي برده. انا بكتب كنترول اي كنترول اي يا كوري لا انزل تحتيها لا بالظبط كده وصل كده وصل كده يا ستي ايه بتسكر. طيب كش يا شباب كش يا شباب السيتي. بص يا شباب بقى بص بص عشان بقى نجيب السيتي. بص بقى السيتي دي هنا في هنا في حاجه اسمها امبلوي ديتيلز وجايب هنا السيتي بتاعتها, فممكن نعمل ايه هنا؟ عايزين نجيب السيتي بتاعت ده من ده نعمل ايه؟ في لوك اب بيساوي اهي نجينا كده في لوك اب بيساوي في لوك اب. انت بتدور بيه اقول له انا بدور بالميل, بتدور بيه فين كوما, بتدور بيه فين اقول له انا بدور بيه من اول هنا لحد هنا, بعد كده كوما انت عايز اي نتيجه رقم 3, بعد كده كوما انت عايز اني نتيجه صح ولا غلط اقول له انا عايز اللي هو الزيرو ودوس انتر. جاب لي ان الايميل ده لمانشستر اهو دبل كليك. ايوه ركزوا بقى في اللقطه اللي جايه دي بقى بيقول لك ايه بقى. ده اول سؤال احنا عايزين اول حاجه نقسم الفيرست نيم واللاست نيم. ركزوا بقى في اللقطه اللي جايه دي بيقول لك ايه وريتريف ذا سيتيز جيب السيتيز ويتش امبلوي في الاخر خالص. بص دي معلش حتى صورتي بيقول لك لو ما فيش لو ما فيش حط لي كلمه لندن يعني الان ايه ده خليه لي لندن. فاهم قصدي؟ لا يعني احنا نعمل في لوك اب عادي اللي مش هتلاقوه اعمله في لوك اب. هنعمل ايه؟ لا ها اف ايرور جدع اف ايرور. مش احنا كنا لسه عاملين الديف دي او الدي اي في دي اللي هي المشاكل, المشاكل مش احنا كنا عاملين مشاكل عشان كنت سالني في الموضوع الاخطاء اللي كانت بتظهر فاحنا خليها زيرو بدل دي هتبقى دي اف ايرور. هنيجي قبل الفي لوك اب دي كده نيجي هنا كده اف ايرور الفاليو الجزء ده كله نيجي هنا كده ندوس كوما الاف فاليو اف ايرور. انت عايز لو المشكله حصلت اف ايرور نعمل ايه؟ ندوس نكتب كده لندن لندن ونقفل الكوتيشن لندن تمام كده بعد كده اقفل القوس ودوس انتر ونسحب دي كده فوق كده هنا ونسحب دي كده كده. لندن دي معناها ايه؟ ان هو مش موجود بس هو قال لك احنا بنعمله بالديفولت باي ديفولت ان هو لندن. خلاص كده تعالوا نمشي على اللي بعديها. اف ان امبلوي هايرد بيفور 2019 الجايه دي جامده الحته دي جامده قوي. لو الامبلوي اتهاير قبل 2019 ات مينز هي هاز ان اكسبيرينس ان هو كده اكسبيرينس. طب اذروايز ريتيرن نو اكسبيرينس هنعمل ايه؟ يعني بيقول لك اللي اتهاير قبل 2019 ده اكسبيرينس. طب غير كده يبقى نون اكسبيرينس نستخدم ايه معادله ايه؟ بالظبط اف اهي اف هنيجي اف
نجيب الهاير ديت. صح نسيت نجيب الهاير ديت الاول، معلش انا اسف. الهاير ديت دي ممكن نلاقيها هنا اهي. نجيب الهاير ديت من في الجدول ده، من الجدول ده اسمه امبلوي ديتيلز. هنعمل كده في لوك اب. تعالى كده نكبر الكلام كده شويه عشان كده كويس كده عمر، اكبر اكتر. تمام، بيساوي في لوك اب. انت بتدور بيه، اقول له انا بدور بالايميل عشان الايميل هناك في الجدول الثاني كوما. انت بتدور بيه فين؟ اقول له انا بدور بيه في الامبلوي ديتيلز من اول هنا كده لحد هنا. تمام كوما. انت عايزين ايه؟ رقم 2 كوما 0 بعد كده نقفل الكوست دوس انتر، جاب لي الهاير ديت. تمام دوس التاب، قصدي التاب. قال لي بقى بص بقى الحته دي، قال لي هنا بقى في الهاير ديت، عشان هو بيقول لك ايه؟ اصل في هنا ان اي، فالان اي هنا ليها حاجه. بص هنا كده ريتريف هاير ديت. بص بيقول لك ريتريف هاير ديت ان كيس هاير ديت از ميسنج، او مش موجود، حط لي ان هو اتعين سنه يوم 5 يناير 2021. يبقى نعمل كده 2020. يبقى نعمل كده الفي لوك اب دي هنحط قبلها ايه؟ اف ايرور. اف ايرور اهي كوما. وبعد كده نحط بقى دي بقى نكتبها ازاي؟ دي تكتبها ازاي؟ ديت هتتحط في معادله اسمها ديت. في معادله اسمها ديت بيقول لي طب لو ما لقيتش، اقول له في معادله اسمها ديت. نحط بقى الير بتاع الير بتاعتنا اسمها ايه؟ 2020 كوما يناير اللي هو 1 داي اللي هو 5 مثلا. ما اعرفش ما هي كده، ونقفل الكوز ده كده ونضغط انتر اهي. نقفل كده اهي دي كده اهي، ونسحب لتحت كده قال لك 5/1/2020 وصل كده. فاللي مش موجود حط لي مكانه 2020. تمام الجزء بقى ده بيقول لك ايه بقى؟ if an employee hired before 2019 يبقى الراجل ده قبل 2019 يبقى ايه؟ يبقى الراجل ده يبقى خبره. لو كده يبقى نون اكسبيرينس. هنيجي هنا كده، هنيجي هنا كده بيساوي اف. لو ده ها مش تبقى كده بقى، هنقول له لو الير بتاعه المعادله دي بتاعه الخليه دي خلاص كده اقل من 2019. صح كده ولا غلط؟ احنا كده عملنا كونفرت للجد لده للير اللي احنا بس خدنا منه الير. خدت طب ممكن خلاص معلش يا باشمهندس انت غاوي. بص يا جماعه احنا قلنا ايه؟ تعالوا بس نعيد الحته دي كده عمر عشان بس تركز معايا في الحته دي. بيقول لك احنا عايزين نجيب 2019، عايزين نجيب اللي اقل من 2019 يبقى اكسبيرينس، اللي بعد كده يبقى نون اكسبيرينس. طب هنعملها زي اف. طب انا هكتب دي زي قبل 2019؟ هنعمل بقى نكونفرتها. مش في معادله اسمها يير بتجيب بس السنه؟ هنقول له ايه؟ لو يير دي، لو دي ونقفل الكوست ده اقل من 2019. المعادله اهي مكتوبه اهي. اذا ها اكسبيرينس اكسبيرينس اهي. طب لو لا يبقى نون اكسبيرينس اهي، يبقى نون اكسبيرينس اهي. ونقفل دي وبعد كده نقفل الكوست وندوس انتر. نون اكسبيرينس. طب تعالى نتاكد ده 2018 اكسبيرينس، 2017 اكسبيرينس، ده 2020، ده 2019. فاهمين قصدي؟ لان احنا قلنا اصغر من، مش اصغر من او يساوي. بس كده وصل كده الحته دي. خدوا بالك يا شباب معلش في تريكات كده بتفرق شويه. خلاص بيرول ريز بيقول لك ايه بقى؟ تعالى كده بص دي. Your company had outstanding financial result in 2020. So the CEO decided to raise the payroll of all employees in company to fee امر. انتوا الدنيا تايهه؟ لا مش تايهين، لا تمام. تمام تمام. تمام. بص عشان الباب بس خانقك ايه؟ خانقك؟ هو خانقني لان انا اول مره استعفيتهم بس. بس كويس يعني يعني قول لي يعني في حاجه ساعدك؟ انا هسطب له. تمام تمام. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه معلش ركزوا في النقطه دي.
بيقول لك الامبلويز اللي هايرد في 2020 ياخد 3% زياده، لو في 2019 يبقى ياخد 5% غير كده او بيفور ياخد 10%. دي هتبقى اف اف اف. احنا اول حاجه نقول له ايه اللي قبل 2018 اللي قبل ايه سنه كام ثانيه كده. احنا قلنا ايه ال 2018 او اقل او اقل، يبقى من اول 2018 او اقل يبقى اصغر من 2018 اصغر من او يساوي صح كده، يبقى 2018 ياخد 10%. يبقى نيجي هنا كده هنقول له لو الير الير ركزوا بتاعت ده بتاعت الهايرنج ديت اصغر من او تساوي 2018 اذا 10% ياخد 10% زياده. طب لو لا يبقى اف ثانيه. انا هقول لك اف ثانيه اهي، لو هايرد ان 2020 يعني 2019 يبقى نقول بيساوي 2019، يبقى لو دي كده بتساوي 2019 اهي. لو الير اف لو دي كده لا لو الير بقى الير بتاعه الهايرنج ديت ده بتساوي كلمه 2019 اذا كام؟ هنقول كام؟ 5%. طب لو لا يبقى 3% على طول، يبقى 3%. ونقفل الكوز ده ونقفل الكوز ده، ندوس انتر. تعالى اتاكد 10% 19 18 لحد 10% 3 5. وصل كده يا باشمهندس؟ اقدر بقى اتفاق مع الحقوق يعني، اقدر يبقى نضرب ده في كام؟ السالري فيه مش ده السالري؟ يبقى هنزودها نضربها. ما هو ده في نفس النتيجه. ايوه انت بتضرب 5%. لا هنضرب 5% في ده زائد ده برضو، يعني 5% في البي رول ده ونقفل كده ده كده زائد البي رول برضو تاني عشان يطلع لي الرقم بعد الزياده. ثواني كده معلش عشان ضفتها غلط. اهي اهي في اهو في البي رول ده صح كده، بس كان نقفل الكوز ده كده نقفلهم كده ككوز خالص اهي زائد البي رول ده. هي عارف طلعت فاليو دي عشان ده عشان دي عشان دي هي كاتبينها بقى، دي بقى مكتوبه، دي مش دي مش دي مش ساين، دي مكتوبه. فاهمين قصدي ايه؟ يعني دي مكتوبه مش 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 دولار ساين، كانها نص بالظبط. انستراكشن تالي دي اخر حاجه خالص، تالي دي اخر حاجه. بس في في طبعا داشبورد، بس طبعا ما اعتقدش ان في حد هيستحمل، ما اعتقدش حد هيستحمل يعني. انت اخويا. بص يا جماعه انستراكشنز، بص بقى الحته اللي جايه دي بيقول لك كرييت ا نيو تاب اند ليبل ات تشارتس. هنعمل ايه؟ هنعمل نيو تاب اهي، احنا ماشيين ورا الراجل اهو، هنكتب هنا كده تشارتس اهي، نكتب هنا تشارتس. بيقول لك ايه بقى؟ يوزنج داتا ان رو داتا، في الرو داتا دي كرييت ا لاين تشارت، كرييت لاين شارت. بص يا جماعه بالمناسبه لاين شارت بتستخدم في مقياس الترند على مدار وقت معين، يعني لاين شارت دي بتستخدم ل مثلا يناير فبراير مارس ما اعرفش ايه، ويقول لك احنا طلعنا نزلنا اسمها لاين شارت. دي بتستخدم للجزء للدي يعني، ما حدش يحط مثلا ايه هنا مثلا ديبارتمنت مثلا بتاعت شركه يحط لي مثلا دي كلاين شارت، لا دي مش دي استخداماتها. استخداماتها ان انت بتحط في الـ في الـ في الـ في الاكس اكسس دي بتحط التايم واللاين بقى يطلع بقى معاك خلاص تمام. تعال بقى نحط دي يوزنج داتا رو كرييت ا لاين شارت ان ذا تي ان ذيس تي ذا ترندز اكسبايري ديت اند انشورد فاليو. طب تعال نبص كده على الداتا، يقول لك دي الداتا البوليسي ما اعرفش ايه. احنا بص بيقول لك الاكسبايري ديت والانشورد فاليو، احنا عايزين نعمل من الاخر لاين شارت بالحتتين دول. الاكسبايري ده هيبقى في الاكس، دي اسمها اكس اكسس اللي هو محور الاكس، وده الواي اكسس اللي هو المحور الواي. السلام عليكم. تمام تمام. هنيجي نعمل هنا نعمل انسرت. طبعا عشان نعمل لاين شارت هنعملها الاول في بيفت الشارت الاول، هنعمل كده بيفت تيبل، هنعمل اكزيست في الشارت نحطها هنا كده وندوس اوكي. بيقول لك في الاكسبايري والانشورت، الاكسبايري اهي والانشورت اهي.
احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ نعمل لاين شارت. هنروح عاملين كده هنا كده انسرت بيفوت شارت وهنعمل هنا لاين. فين لاين؟ لاين 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 اهي بالمنظر ده. بصوا ده اللاين اهو. تعالوا كده نكبر كده عشان تشوفوا اللاين بيبقى عامل ازاي. اللاين بيبقى بالمنظر ده كده، بيكون التواريخ تحت والسيلز فوق. لو تلاحظوا يناير كان كويس، نزل فبراير، نزل في مارس، بعد كده طلع في ابريل، طلع في ماي، نزل جون، وهكذا. يعني الترند بتاع البيع دي بتستخدم اللاين شورت في الحته دي. خلاص كده. تعالى اللي بعديها كده نبص عليه. نبص على الانستراكشن. بيقول لك بقى ايه؟ يوزنج ذا داتا ان رو داتا كرييت بار شارت. البار بقى اللي هو كده، ده البار، ده الكولوم، ده البار. تمام. البار شارت ان ذيس تيبل ان ذيس تاب ذات ديسبلاي توتال فاليو باي كود. يبقى احنا عايزين توتال فاليو والكود بتاعها، كل كود عامل كام توتال فاليو. خلاص، بس هتبقى كولوم. طب ليه بار؟ طب ليه البار قبل ما ننهي؟ لان البار بتستخدم للقيم الكتيره. لما بيكون في قيم كتيره ما ينفعش تحطها ككولوم، لان هتكون متزنقه والدنيا ضيقه. لكن في البار لما دي تبقى مفروده، تبقى نازله مفروده. فهوريكم الفرق ما بينهم. بصوا، تعالوا نبص عليها كده. هنيجي هنا برده في الرو داتا. احنا قلنا ايه؟ احنا عايزين نستخدم التوتال فاليو مع الكود. هنيجي هنا كده انسرت التوتال فاليو اهو. نيجي هنا في الجزء ده، ما هو ده الجزء اهو، انسرت هو اتنقل كله كمان. هنيجي نحطها هنا كده، نحطها في الشارت اهي كده اهي، وندوس اوكي. الكود فين الكود؟ الكود 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 اهو. والتوتال فاليو فين؟ التوتال فاليو اهي. خلاص اهي البلانك وال دي. انا بس كل عايزينه بس نشيل كلمه بلانك عشان ما يظهرلناش كلمه بلانك اهي كده، ونشيل كلمه بلانك كده عايز ان هي بتبقى بالمنظر ده. ونيجي هنا كده نعمل انسرت بيفوت شارت، هننقل على الكولوم شارت البار شارت اهي. بصوا البار تلاقيها معموله بتستخدم لما بيكون القيم كتيره. بصوا كده لما اجي احطها في الكولوم، بصوا كده ديزاين تشينج ستار دي، وبنحطها في الكولوم اهي كتير. لكن تخيل يا باشمهندس مثلا لو في 20 كود او 30 كود هتلاقيها متزنقه. تستخدم ايه عشان تستخدم حاجه افضل؟ يبقى في البار تشارت. شارت اهي بار، البار تبقى نازله كلها كده جنب بعض. فاهمين؟ دي تبقى دي هي نفس الكولوم، بس البار للقيم الكتيره. تمام؟ تمام كده يا شباب؟ تمام. تعالوا بقى نبص على الانستراكشن الثاني. كده احنا خلصنا اول جزء ده بتاع التشارت. احنا كده عملنا التشارت لاين وبار. بيفت تيبل، كرييت ا بيفت تيبل ان ا نيو شيت فروم تيبل ان ذا رو داتا تاب. تمام. ان ذا بيفت تيبل ديسبلاي ذا افريج اوف انشورد فاليو باي ستيت از رو اند فورمات انشورد فاليو از دولار ساين. بيقول لك ايه من الاخر؟ احنا عايزين نعمل بيفت تيبل وحط لي فيه الافريج سالري، الافريج بالانشورد فاليو دي اللي هي القيم المؤمنه عليها دي، وحط لي في الرو في الاخر خالص علامه الدولار ساين. تعال نشوف. هنيجي في الرو دي كده، هندوس انسرت ونعمل انسرت كده بيفت تيبل، ونقول في نيو شيت او نقول في نيو شيت نكتب هنا كده بيفت تيبل عشان تبقوا انتوا عارفين بيفت تيبل اي، ونحطها جنب الشارت عشان تبقى احنا برده ايه جنب بعض. تمام. بيقول لك الانشورد فاليو فين هنا كده؟ احنا قلنا ايه؟ باي ستيت. يبقى نحط كده الستيت اهي. فين الستيت؟ الستيت اهي، دي الستيت شكلها عامل كده ايه؟ ان واي اللي هي نيويورك وكده ماشي اهي. الستيت اهي والانشورد فاليو اهي. ثانية لحظة اهي اهي. تمام. وقال لك احنا عايزين نجيب بقى الافريج مش التوتال صم. ده كده جمع لك الصم كلها، انت عايز تجيب الافريج. فنيجي نعمل ايه؟ في علامه اهي، معادله اهي كده اللي هي دي كان ندوس عليها فاليو فيلد اهي. تمام. هنيجي بقى هنا افريج اهي، دوس دبل كليك. خلاص كده وصلت الحته دي. فكده لحد ما، وهنا بقى يقول لك ايه؟ انا عايزك بقى تعمل لي دي كده بدولار ساين. لو دوست هنا دولار ساين عملها لك هي دولار ساين. ما هو بيقول لك بقى انت امشي بالخطوات، اعملها لي في الاخر دولار ساين. فكده احنا خلصنا الانستراكشن الاخيره اهي. ان ذا بيفت ديسبلاي ده كده خلصناه اهي. فورمولا بقى ان ذا تاب فورمولا يوز ا لوك اب فورمولا تو جراب ذا كورسبوندنج بزنس تايب. كده اهو الفورمولا اهي. بيقول لك احنا من الاخر احنا عايزين البوليسي دي نجيبها من الرو داتا. نجيب ايه؟ البزنس تايب. البزنس تايب ده هنا في لوك اب. هنيجي هنا كده في لوك اب. احنا متهيألي عملنا في لوك اب النهارده لحد ما استوينا هنا بدي،
وندور فين، هنقول له ندور من هنا من اول البوليسي لحد البيزنس. بصوا لو تلاحظوا، فطبعا انتوا هتقولوا لي بقى احنا هنعد بقى طبعا الكولوم، صح؟ صح كده، صح. شايف شايفه خالص كده، بص كل ما اتحرك كل ما يحصل فيه كولوم هاي بيظهر. فكده هتبقى احنا عايزين بيزنس تايب يبقى رقم 8 كوما فولس. نقفل الكوس وننزل. جابت لنا كده ايه الابارتمنت كده دي. نعم اكس لوك اب وفي لوك اب الاثنين معايا. فورمولا تاب السيل 2 يوز كرييت سم اف فورمولا تو سم انشورد ودي سم اف. اللي احنا عايزين نجمع، بص يا باشمهندس، عايزين نجمع الفاليو اللي هو القيم المؤمنه دي لنيويورك بس، نجمع ازاي؟ هو قال لك سم اف، هنيجي نعمل هنا كده يساوي سم اف، وهنيجي في الرو داتا الانشورد فاليو اهي، ده اللي احنا ده قصدي احنا بندور فيه. اقول له انا بدور هنا كده الستيت، انت نقول له اني الستيت اللي انت بتدور فيها، نقول له ان واي ان واي. المره دي بقى يا باشمهندس هنكتبها بعد كده كوما. انت عايز تجمع ايه؟ اقول له الانشورد فاليو دي، كان اقفل الكوز ودوس انتر، جاب لك الرقم اهو، خلينا في النص كده ونخليه مثلا بالدولار ساين عشان زي ما هم كانوا عايزين. كده احنا خلصنا الاكزام ده كله بالظبط. احنا كده عايزين نعمل داشبورد على الداتا دي. نعم مش بيجي امتحان. بصوا يا جماعه الجزء ده كله يا جماعه، بصوا الجزء اللي انا قلت لكم ده كله جزء والله مهم جدا، يعني كل تفصيله فيه مهمه جدا. لو عايزين ناخد بريك مثلا كده خمس دقايق كده ولا حاجه او 10 دقايق ونرجع تاني عشان بس نعمل كرييت داشبورد بسيطه جدا. خلاص على كده انت رايح تجيب الناتج؟ خلاص تمام كده. هنعمل بس ناخد كده، لو عايزين تاخدوا بس بريك كده خمس دقايق ولا حاجه، اللي عايز يشرب السيجاره ولا حاجه انا معاكم. نرجع نكمل يعني ولا ايه؟ كمل خلاص يلا. بصوا يا شباب خلينا بقى زي ما احنا. بصوا عشان كرييت داشبورد مهمه جدا. معلش يا عمر بقى يعني معلش معلش. بص بقى عشان نعمل الداشبورد احنا هنبتديها من اولها لاخرها، ومش هنعمل داشبورد كبيره، احنا هنعمل بس داشبورد انت تعرف ازاي تعمل داشبورد على طول. اول حاجه احنا عايزين الداتا، نجيب الداتا منين؟ انت قلت لي بقى الداتا اللي انت قلت لي عليها صح؟ تعالى بقى نكلم. بصوا يا شباب تعالوا كده نيجي هنا كده. ركز بقى انا عارف اني حصلت، انا عارف اني حصلت. اقعد بقى كده عيونكم كده كانكم بتتفرجوا على سينما بقى كده والله مش تمام. كاجل هنروح على كاجل كاجل وهنروح على كاجل وهنيجي هنا كده هنكتب مثلا داتا سيتس مثلا في السيلز تمام. بس المره دي بس مهمه عشان اسمك ايه يعني؟ مارينا. عشان مارينا النهارده قالت لي في داتا نزلت لي شكلها غريب وانا مش عارف اعمل فيها ايه، فالمره دي انا هاجي اشرحها لكم. واحنا بنيجي نشرح الموضوع ده كده هنيجي هنا بدل ما نقعد دي، طبعا احنا دورنا في الداتا اسمها سيلز، بس انا بقى المره دي مش عايز اشتغلها على صيغه اكسل، انا عايز اشتغلها على صيغه، انا هجيب بس الداتا تبقى سمول يعني تبقى حاجه صغيره، واشتغل على صيغه سي اس بي. سي اس بي دي بقى هتبقى مختلفه. مثلا نختار مثلا على انا فعلا يا جماعه مش بهزر، انا فعلا بشتغل معاكم بلايند ابروتش، اللي انا داخل معاكم كده وهنشتغل زيكم، بحيث ان احنا لو حصل اي مشكله نعالجها ازاي، ودي احسن ما فيها، ما نبقاش عاملين زي الاله اللي هو احنا هنعمل كده ونعمل كده. فاهمين قصدي؟ نختار ايه مثلا؟ تحبوا تختاروا انهي داتا؟ ريتيل، فين ريتيل؟ ننزل ريتيل سيلز. ريتيل ده سيل، ريتيل دي كلنا فاهمينها لحد ما، وندوس داونلود وهيقول لك نزلها مثلا في الديسكتوب اهي، وندوس سيف داونلود. نزلت الداتا، هنيجي هنا في الداتا اركايف نعمل لها بس ايه، نعمل لها اللي هي يعني نفك الاركايف اسمها اركايف ايه. هنيجي نفتح الداتا، لا من المنظر ده ما، طب انا هقول لك انا يعني معلش كده انا هعمل بس كده انا لا هي سي اس بي لا اللي جالها. بص هوريك ايه، معلش كده انا هعمل بس حاجه اوريها لكم بس كده عشان هي دي طلعتها من سيستم ولا دي طلعتها منين؟ طب بص استنوا كده عشان بس اوريكم بس حاجه. تكست جوين لا ما حدش اتحرك، ما حدش اتحرك، كل دول مكانهم، كل دول مكانهم. اوعى حد يتحرك، المكان كله محاصر اهو. بس كده
بصوا يا شباب معلش عشان ارجع لها تاني دلوقتي اهو دلوقتي اهو كله يرجع مكانه. بصوا الداتا انت ممكن تسحب داتا تلاقيها بالمنظر ده كده. تعالوا كده نعملها دي كده معلش انا اسف نعمل دي تاب حتى اختيار غير موفق خالص يا باشمهندس اللي انا بدوس تاب يجيب لي صورتي يعني دوس تاب كده نقعد نعمل كده مستفزه جدا معلش لا انا مع التحديث بقى وكده نروش انا. بصوا يا شباب الداتا دي قدامنا دلوقتي بالمنظر ده ممكن لو انتم بتعملوا داونلود من سيستم يظهر لكم المنظر ده يظهر لكم ان الداتا كلها لازقه ببعض تمام تمام كده يا شباب تمام طيب فنيجي نعمل ايه بقى الداتا دي نقدر نفكها باكتر من طريقه فممكن نيجي نعمل هنا ندوس هنا كده ندوس داتا نقف على العمود بصوا الداتا دي كلها متخزنه في خليه واحده يعني لو دوست هنا دبل كليك هنا هتلاقوا الداتا كلها كبرت في خليه واحده يعني كل الكلام ده محطوط جوه خليه فاهم يا باشمهندس فانا عايز بقى افصلهم عن بعض افصل مثلا في مين و42 والكترونكس وما اعرفش ايه افصلهم كلهم عن بعض اعمل ايه بقى في اكتر من طريقه في اكتر من طريقه لا مش لا ده مش عند احنا نمسك كلهم ولا ايه ده ايه بص نيجي نقف هنا على العمود كله هنا لا الداتا تبقى جايه كده كده نيجي نقف على العمود ده كده في داتا في حاجه اسمها تكست كولومز دوس عليها يقول لك انت عايز تفكها ازاي اقول له ديليميتد دي اللي هي جايه من كلمه ديليميتر نعم تمام دوس نيكست يقول لي انت عايز تفكها بناء على ايه اقول له انا عايز افكها بناء على فاكرين الزبون والورك اوردر ورقم الفاتوره اللي كانت في الباور كويري رقم الزبون وفصلناهم عن بعض كانت بالديليميتر اللي هو كان فاصله فهنيجي هنا نحط هنا ايه في الاذر دي نحط كلمه ايه اللي ما بينهم ايه كوما دوس كوما اهي بص حتى خدتوا بالكم اتقسمت اهي اتقسمت شلنا الكوما فاتقسمت كلهم في كل واحده في كولوم وندوس نيكست بعد كده نيكست او فينش على طول كده اتقسمت اهي خدتوا بالكم الله ينور وعليك يا باشا تمام كده او بقى في كده حاجه بنت ناس اللي هي بتبقى في معادله اسمها تكست سبليت اهي بيساوي تكست سبليت اهي بيقول له انت عايز انهي تكست يعمل حاجه اقول له انا عايز تكست دي كوما انت عايز تفصلهم ما بين انهي ديليمتر الديليمتر ده من الاخر الفواصل اللي هي سبيس داش سلاش اقول له انا عايز اللي هي الكوما يبقى كوتيشن وتحط فيها الكوما وتقفل الكود كده وتدوس انتر اتفصل تاني دي او دي خلاص كده خلاص تعالوا بقى نفصلها بالثانيه دي هنعمل ديت تكست كولومز ديليميتد اذر نيكست فينش كده اتحصلت اهي وهم كلهم بيفصلوهم عن طريق الكوما اللي ما بينهم بقالي كتير ما بتنكشيش في حاجه تمام كده تمام الديت دي مثلا نعدلها نخلي الديت دي مثلا تبقى شورت ديت مثلا ولا حاجه كده مفيش اي حاجه ثانيه تتعدل نبتدي نشتغل على الداشبورد نبتدي مثلا نشوف مثلا الشكل ده نعمل بيه ايه مثلا الشكل ده ممكن نطلع منه ايه مثلا يعني عندنا الترانزاكشن اي دي الديت الكاستمر اي دي الجندر الايج البرودكت كاتيجوري الكوانتيتي البرايس سيلز التوتال اماونت فممكن مثلا نقول له احنا عايزين ايه احنا عايزين مثلا انت بتقولي انت كان عندك مشكله ان انت بتقولي ان تكست كولومز ما بتشتغلش في لما بتيجي في الداشبورد صح كده دي هتشتغل كده بص نعم بالظبط كل جهاز ده بس على فكره دي مش سهله انت تقول عليها دي ما تشرحش يا فكره تعالى نعمل دي بصوا يا شباب احنا عايزين نعرف كل كاتيجوري في كام ميل فيها يعني بيستهدف كام جندر الجندر بتاعه ايه فنيجي بقى نعملها دي كده لا شرحناها قبل كده انسرت بيفت تيبل ونحطهم في بيفت تيبل يعني نيو ورك شيت اهو ونجيب البرودكت اهي البرودكت كاتيجوري اهي ونحط الجندر هنا الفاليو يا باشمهندس حط فيها ايه؟ كاونت ايه؟ يعني الكاتيجوري اهي البرودكت كاتيجوري والفيجن كونتنت لا الكونتنت دي بقى لا ده كده احنا عايزين نجيب الميل والفيميل يبقى نعمل ايه؟ يبقى هنشد الجندر تاني نحطه جوه الفاليو هنشد الجندر ده تاني نحطه كده
تمام. فكده جمع لي او عدلي الجيم الميل اللي في كل كاتيجوري قد ايه. خدتوا بالكم؟ دي 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 حته كده تركايه كده فاهمني. يعني انت بتحط الجندر ده تاني بتروح سحبه. ما هو الميل والجيميل الجيميل الميل الميل والفيميل ما اعرفش ايه دول كلهم في كولوم في رو. فهو بيكاونت الروز خلاص كده تمام. ممكن نيجي هنا كده في البيفت تيبل في البيفت تيبل هنا كده ونيجي في البيفت انالايز في الديزاين قصدي ونعمل هنا جراند توتال نقول له اوف دي كده نخليها مثلا اوف للرو بس لا للكولوم اهي اوف للكولومز بحيث ان هي تبقى كده بالمنظر ده ما يبقاش فيه توتال جنبيها معايا تمام. فكده احنا عرفنا البرودكت مثلا البيوتي تلاقي ان الفيميل اكتر من الميل عشان بيوتي الكلوزنج الفيميل طب الالكترونكس الميل اكتر من الفيميل عشان بيحبوا التكنولوجيا اكتر. نعم الكلوزنج دي يعني قريبين الميل اكتر مش عارف ان انا مش مهتمين باللبس يعني على الله نتشرت طول السنه تمام تمام كده يا شباب تمام كده احنا جبنا الميل والجيميل. طب تعالوا مثلا نجيب مثلا التوتال اماونت لكل كاتيجوري صح يبقى نجيب دي كده التوتال اماونت لكل كاتيجوري انسرت ونحطها بقى في الاكزيستنج اهي كده نحطها هنا كده برودكت اي دي وصلتوا ليه توتال اماونت اهي ونعملها مثلا كده بالفواصل اهي نفصلها مثلا كده ونخليها كده توتال اماونت بالكاتيجوري يبقى البيوتي عملت كام بيع وهكذا. ونجيب برده توتال اماونت توتال كاتيجوري بالكوانتيتي توتال كوانتيتي بالكاتيجوري ماشي 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 انا تحت امرك. في فئات عمريه الله ينور هي كمان فئات عمريه دي بقى احنا ممكن نعمل فيها شغل كويس قوي. تعالى بقى بص دي كده اصلا بتنور كده بتلاقيني ببرق كده. ممكن نجيب مثلا البرودكت كاتيجوري البرودكت كاتيجوري بالكوانتيتي اهو هنعمل هنا كده اهي كده البرودكت كاتيجوري والكوانتيتي معاه خلاص كده خلاص. نجيب بقى الفئات العمريه بس الفئات العمريه دي احنا عايزين نعرف الفئات العمريه بتشتري ايه وبتعمل ايه. لو تلاحظوا شباب احنا عندنا فئات عمريه من اول اتفضل من اول 18 لحد 64 سنه. طب ده كده شلل صح ولا غلط؟ صح صح صح. ممكن نعمل فئات عمريه كده ان احنا نقسمهم ككاتيجوري نقول لك مثلا فئات مثلا اللي هو الشباب مثلا لحد 30 مثلا ومثلا من 30 ل 40 ومن مثلا من 50 ل 60 وهكذا يعني فاهمين قصدي؟ بالظبط. فممكن بقى نعملها ايه؟ بدي نعملها زي بص بقى عشان بقى احنا عايزين نعمل كداشبورد يعني من انسرت انسرت كده ونروح مزودين انا ايه؟ دي كاتيجوري كاتيجوري بير ايج ان احنا عايزين نصنفهم كايه؟ فبنقول له ايه بقى؟ بفكر في حاجه كده بنقول له ايه؟ لا انا كنت انا عارف ايه فانا عارف ايه بس انا كنت بفكر في حاجه زي في لوك اب كده بفكر في حاجه عارفين ترو اللي هي كانت هتقرب دي بس مش يعني مش حاضره دلوقتي. يبقى اف نعم صح يعني انا محتاج حد يقول لي صح انا كنت فعلا قول لي. طب مثلا نبتدي من اول من اول احنا قلنا من اول من اول 18 لحد ودي مشكله صح اه لا من 18 لحد 30 من 18 لحد مثلا 40 مثلا وهنا من اول 41 لحد مثلا 55 وهنا مثلا من 55 لحد مثلا 100 مثلا لحد 100 مثلا 100 نقول 100 100 100 عادي مفيش مشكله تمام تمام. ونقول له هنا ايه من 18 ل 24 نكتب له هنا 18 24 ال 40 قصدي ما هي دي الفئات العمريه من 18 ل 40 وهنا من 41 ل 55 وهنا من 55 ل 100 وهنا ايا كان يعني مش تفرق يعني يا جماعه قوي حاضر من 55 يعني دي 56 حاضر حاضر ومن 40 يبقى 41 حاضر. هنيجي هنا بقى فعلا بالكاتيجوري جدع صح هنزل في لوك اب وندور بالايدج هندور بيه فين هنقول له احنا بندور بيه. هنيجي بقى في معادله اسمها لوك اب مش في لوك اب صح معادله اسمها لوك اب
لوك اب بتدور ما بين الرينج. في معادله اسمها لوك اب، هندوس كده بيساوي لوك اب. بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بده كوما. انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور في وسط الناس دي كده، من ده ده في وسط الناس دي كوما. انت عايز اني نتيجه؟ اقول له النتيجه دي، دوس انتر. اسمها لوك اب. تمام؟ فكده جاب لنا الحاجه، يعني دي 37، 37 ما بين ال 18 وال 40. ولا يا باشمهندس؟ احنا قاعدين عمالين نطلع معادلات، الحاجات دي بفلوس يا باشمهندس. ماشي، اهي دي دي 46 من 41 ل 55، دي ما اعرفش ايه، دي 260 وهكذا. تمام؟ نعم؟ بس زي ما احنا عملنا؟ لا لا انا كده عشان ابقى شايفها، لا عشان ابقى عارف ايه ايه الريتش. انا عملتها خلاص. طب قول لي انت عايز تعمل ايه؟ ما هي في ايه يا عمر؟ ما هي عمر ايه؟ ايه يا عمر؟ ايه يا عمر في ايه؟ ما تقدر الناس يا عمر بجد. ماشي اهي تمام كده اهي. فكده احنا عملنا كاتيجوري بير ايج اللي هي من 18 ل 40 وهكذا، خلاص؟ تمام كده؟ كده احنا ونعمل بقى عشان ما نخليهاش معادله، نعمل كليك يمين كوبي وكليك يمين هنا بيست، عشان دي تفضل كتكست كانك كاتبها بايديك، يعني تطبعها على الاكسل كانك كاتبها بايديك. وبعد كده نروح نعمل ايه بقى؟ الفئات العمريه بالبيع بقى، يعني نشوف انهي فئات عمريه بتشتري اكتر. نعمل كده انسيرت بيفت تيبل. الله يسامحك والله انت قلت لنا حاجه وقعدت انت تلعب. اهو ماشي جامده اهي، اتفضل اهي انسيرت اهي. وبعد كده نجيب الكاتيجوري بير ايج. فين الكاتيجوري بير ايج؟ كاتيجوري فين؟ اه يبقى احنا لازم نعمل هنا، دي برده حاجه برده من ضمن حاجات الريفيجن، هنعمل ريفرش عشان احنا عدلنا حاجه في ال، هنعمل ريفرش، هنيجي هنا كده وهنيجي هنا كده اهي، عشان دي كمان اختفت كمان. لما تيجي تدوس هنا هنلاقي في حاجه اسمها كاتيجوري بريدج ظهرت، ونجيب التوتال سيلز بتاعتها، توتال اماونت، ونفصلها كده عن بعض ونشوف، ونقول كده ونقول الو 18 من 41 ل 55 باكتر ناس بتشتري. ده بيشتروا ايه؟ ما اعرفش يعني، بيوتي سنتر بقى ايا كان يعني. ده في الكاتيجوري كمان؟ يا نهار ابيض. لا ما احنا عايزين بقى نعمل داشبورد. الكام سنه نخلص؟ كام سنه نخلص؟ بص يا شباب احنا كده خلاص. لا بس الموضوع حلو، الموضوع انت بتجيب الداتا دي كويس كده. احنا عملنا شويه شغل كده حلوين، نعمل بقى داشبورد. هنيجي هنا اقول لك على حاجه، احنا نعمل داشبورد في نفس الشيت. هنيجي هنا كده انسيرت بيفت تشارت. استنى بس يا باشمهندس ايه؟ معلش صورتي بقى وانت عارف بقى حاضر نرجسيه بقى وكده. هنعمل كده اهو بيفت تشارت كده هنا. دي ممكن تخليها كده المنظر ده، ولا نخليها مثلا بالباي تشارت؟ لا نخليها بالكولوم. كولوم واضحه قوي، الكولوم واضحه، ونخليها ما بين، نعمل سورت ما بين اكبر لاصغر عشان تبقى الكترونكس كلوزنج وهكذا. اهي كده اهي كده، خلي المنظر ده عشان تبقى قدامك، ونشيل الجزء ده كده ونشيل، نعمل كليك يمين هنا ونعمل هايد اول فيلد اللي هي البوتنز اللي موجوده اهي، نعملها كده عشان تبقى كلها. طبعا الجمله الاخيره بتاعتي هقول لك ايه، دي كده شكلها ايه؟ ارعى كده. احنا نعمل ايه؟ نحط لها داتا ليبل اهو، داتا ليبلز اوتسايد اهي اوتسايد، ونشيل الشرط اهي، ندوس على الشرط اهي، الشرط دوس ديليت كده، بقت شكلها حلو كده. نعمل التوتال هنا ايه؟ احنا كنا جايبينها منين؟ كاتيجوري سيلز باي كاتيجوري، سيلز باي او بير كاتيجوري، بير كاتيجوري تمام. اهي وصلنا كده تمام. نيجي بقى هنا الكوانتيتي بقى، يبقى فينا فروقات برضو، ما اعتقدش ان فينا فروقات. هنيجي نعمل هنا كده انسيرت بيفوت تشارت، وهنيجي بالباي، لا برضو بالبار، خليها بالبار برضو عشان تبقى الدنيا واضحه. اهي نحطها جنب بعض اهي كده بالبار تشارت، ونعمل هنا برضو سورت عشان بص لو تلاحظ دي اللي في النص دي الاكبر، فانا عايز اعملها من اكبر لاصغر، تبقى نازله ترتيبي كده. اي نعمل كده كليك يمين سورت لارجست سمولست، اي لا يبقى سمولست لارجست، اي سمولست لارجست عشان تبقى تنزل كده، ونعمل نفس الفكره. طب هل لو احنا عملنا فورمات دي وعملناها هنا هتظهر؟
يبقى لازم نعملها بايدينا اهي كده، ونعمل دي كده كليك يمين هايت، ونعمل دي ديليت، ونعمل دي كمان ديليت، ونعمل هنا كده كوانتيتي 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 بير كاتيجوري، وبعد كده نعمل الفئات العمريه، ودي اخر حاجه خالص عشان ما حدش يزعل. هنعمل كده انسرت بيفوت شارت بالفئات العمريه في لاين لاين اهي كويس لاين قصدي باي شارت اهي، يقول لك ان اهي اهي بص خليها دي كده هنا كده، نخلي دي هنا كده، ونخلي دي كده هنا اهي، نخلي دي كمان هنا كده، ونعمل دي ممكن نغير ليها بقى، نغيرها مثلا نخلي الشكل ده مثلا، ولا كله يبقى لون واحد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ونعمل دي كده هنا كده بالمنظر ده، ونخلي دي كده تبقى نحط اد ليبلز اوتسايد، ونحط دي كده، نشيل دي ونشيل دي كليك يمين، ونحط هنا دي ايه سيلز بير 8، ونعمل هنا ديزاين، نعمل هنا اد ليبل. انتوا زعلانين من حاجه؟ كويسين يعني. طيب اوتسايد، ونعمل دي كده، نعمل كليك اي وظهرت اهي ليبل اوبشن، ونحط البرسنتج، ونحط كمان الكاتيجوري نيم، ونعملها كمان في لاين الفي فاليو، مش بس كده. كده احنا وصلنا كده مرحله حلوه، اسمعني بس الاخريه. بعد كده نعمل ايه؟ هنعمل بقى عشان نفلتر. نفلتر ازاي؟ سلايسر. هنيجي في اي جدول هنا كده، من هنا كده، هنا كده بيفت تيبل انلايز، في حاجه اسمها انسرت سلايسر. هنيجي تقول له انت عايز ايه؟ انا عايز بالجندر، وعايز ال بير كاتيجوري، وعايز ايه تاني؟ بالايه؟ برودكت بقى، بالبرودكت بس كده. كده الثلاثه ظهروا اهو اهي، ونيجي نعملها دي كولوم دي كده، نخليها نصغرها كده شويه اهي تبقى كده، ودي كمان نصغرها. نعم اهو 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 انا بعمل ايه قدامك اهي اهي كده، ونخليها هنا كده بس كده. نربطهم بقى كلهم ببعض اخر حاجه خالص، هنعمل ريبورت كونكشن، ونربطهم كلهم ببعض اهو، وده نربطهم كلهم. بص، هي مشكله الاكسل ان هنا ما فيش حاجه اسمها كروس فلتر او كروس او كروس هايلايتر. في الباور بي اي لما تيجي تدوس على دي تلاقي حاجات ثانيه بتتفلتر، يعني قصدي في الباور بي اي. بص معنى. يعني بص لما تيجي تدوس على ده كده، ده كده ما بيتحركش حاجه. في الباور بي اي بمجرد ما تدوس على العمود ده تلاقي اللي زيه او اللي في كذا حاجه ثانيه بتلاقي بتفلتر، مش محتاج انك تركب سلايسر. بس للاسف في الاكسل لازم تحط سلايسر. فاهمين قصدي الفكره دي؟ بس كده. حد اشتغل على باور بي اي؟ يعني باور بي اي تدوس على اي فيجوال يبقى ما اشتغلتش، صح؟ يبقى ما اشتغلتوش. لا اشتغلت على فكره، احنا كويسين قوي كويسين قوي اهو كده. هنيجي نعمل هنا سلايسر دي، وانا اربطهم ببعض. معلش انا اسف، هي معلومات كبيره، معلومات كتيره، بس والله والله لما تروح تنام هقول لك الموضوع ده كله كده، وتاكل وتشرب وتنام كده وتشرب سيجاره وقهوه، خلاص كده اهي كده اهو اهو اوكي. بص بقى لما نيجي بقى، تعالى بقى ننزل دي كده شويه، نعمل دي كده. لا مش هنا. الكارد اهو، حط كارد، حط كارد عشان انسى. هنحط كارد، معلش يا استاذ انا اسف، معلش سامحني. هنخلي دي كده على جنب كده شويه، ونحط دي كده شويه كده على جنب. حاضر حاضر حاضر. هنيجي نعمل بقى، هنعمل كارد، لازم تايم لاين تاني برضه، تايم لاين تالت. انا بتوع اهو انسرت. هنعمل بقى، نعمل بقى توتال اماونت، توتال اماونت يا عمر هنا كده انتر، هنحط بس توتال اماونت عشان نعملها ككارد. الكارد مش طالعه ليه؟ صح، هقول لك ليه. اهو الكارد اهي. هنعمل شيب، هنعمل شيب الاول، شيب اهي، وهنخلي هندوس في الشيب ده دبل كليك اهي عادي، هيبقى دي اسمها توتال اماونت.
خلاص. وهنخلي الشيب ده مثلا نخلي مثلا كتابه كده في النص ونخليها كده خلاص. وهنحط جوه الشيب تكست بوكس. تكست بوكس اهي اهي نخليها كده هنا اهي ونقول له يساوي. بص بقى نقف في التكست بوكس كده اهي كده ما ندوسش جوه دوس هنا بيساوي ونقول له دي. اه بصي بقى دي بقى فيها مشكله صح. اه تيجي بقى تنزلي تحت كده تنزلي تحت هنا كده دي في الكام دي في ال دي رقم 5 رقم 5 يبقى تحطي دي كده تشيليها رقم 5 كده اهي نحطها في النص كده وكده ونكبر دي كده شويه. اقول لك الحته دي هتعجبك قوي. بصي بقى لما تيجي تعمل سلايسر وتربطهم كلهم ببعض ترجع من الاخر السلايسر ده لازم يبقى رابط كل الكونكشن. الكونكشن دي لما تيجي تدوس على سلايسر تيجي تدوس كل الروبرت كونكشن دي انت بتربط السلايسر ده بكل البيفت تيبل اللي موجود عشان لما تيجي تفلتر يفلتر على كل البيفت تيبل او بيأثر على كله كده. وبعد كده في الاخر اخر ايه خالص بس كده كده خلاص. لا مش هي ورا بقى بس كده بس. تعالى بقى نجرب ونشوف بقى ونقول ايه. تعالى كده ونقف هنا كده نشوف بقى كده احنا هنعمل ايه بالبيفت تيبل بالتشارت ده. انا ببقبق وبتهتك كتير ومحدش يركز. فبص كده هنعمل هنا بص هنعمل هنا بص في ميل اهي كانت 400 وشويه اهي كده اهي كانت 456 لما تدوس عليها هتلاقيها اتغيرت الفيميل هنا. السيلز باي ايج اتغير هنا اتغير هنا. لما تيجي تدوس على الميل بقت 223. لما تيجي تدوس على بيوتي ابتدت تتظبط اهي. لما تيجي تدوس على الكاتيجوري 18 بس كده كده ثلاث حاجات ابتدى يفك الفلتر اهو هنا هنا. انا متهيألي الناس دي بتلعب جاتا. انتوا معايا؟ انا ضامن كده يا شباب احنا كده الحمد لله خلصنا قبل ثلاث ساعات. ايه؟ توتال ماونتين؟ انت كنت بتقول حاجه؟ تايم لاين صح تايم لاين. تعالى نعيد بس تايم لاين اخر حاجه خالص. تايم لاين تيجي تقف هنا كده في بالبيفت اناليز في حاجه اسمها تايم لاين. هنلاقي التايم لاين هو بيتكلم الداتا دي. بص الداتا دي صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ انا مش بهزر انا بتكلم جد. بس الداتا الداتا دي لما وربنا لما تعمل انسيرت تايم لاين. طب خلاص لما نعمل انسيرت تايم لاين هو بيديتكت على التاريخ فقط. دوس على التاريخ دوس انسيرت جاب لك التاريخ اهو. ممكن تخلي بقى التاريخ تبص الاول على التاريخ اللي عندك. التواريخ اللي عندك دي هل هي شهور ولا سنين ولا كوارتر؟ لا ده سنين ده انت دي ليله دي. يبقى تعمل هنا مثلا سنين بس السنين برضو مش تنفع. اه فلتر اه لا هو قسمها لك ايه كوارتر اهي. بص كوارتر 23 اهي لوحدها. بص لما تيجي تعمل ايه 23 كوارتر 1 2 3 4 24 كوارتر 1 3 4 لما تيجي تدوس اي اي لما تيجي تدوس عليها هي بي 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 بيفلتر. اه لا 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 لحظه لحظه لسه ما عملتش الريبورت كونكشن. بص دوس عليها. بص ريبورت كونكشن اهي تايم لاين ريبورت كونكشن وتربطهم كلهم بيهم بالبيفت تيبل. دوس اوكي. لما تيجي تدوس على دي كده بيتغير الحاجات بتاعتها. بس كده بس كده كده احنا خلصنا يا شباب كده احنا تمام قوي. انا اسف جدا على التطويل بس كان لازم كان لازم يبقى فيها تطويل. وعلى فكره صح الناس مش فاهمه الداشبورد دي او الداتا دي صدقوني انا ما كنتش جاي مجهز لها. يعني انا كنت جاي زيها زيكم ان احنا بنشوف المشاكل حتى كمان الكاتيجوري بير اتش دي احنا عملناها واحنا قاعدين معاكم يعني فاهمين؟ اه طبعا. بقول لك ايه صح؟ عملت نفس الروايه عملت نفس الروايه والبتاع
بس انا استفدت لما قعدت اتفرج اول محاضره احنا الديسكورد خلاص شوف والله الديسكورد مكتمله فتره ما لسه ما فتحتش لينكدين والله ما فتحته لينكدين والله لسه ما فتحته بس حاضر والله افتحه بس وبعدين ايه رايك يا باشمهندس؟ قول لي يا باشمهندس مهم جدا عشان ضربات التنفع ايوه والله والله المحاضره دي مش عايز اقول لك انا دي عاملها عارف انت كده حد بيسجل لما مفتوح انا قاعد قول لا 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 انا تمام كان قول لما جينا عملنا اهدنا من التواريخ وجبناها من اللي هي كانت يعني الشيت الثاني ولو ما كانش موجود كان بيظهر ايرور تمام وبدلناها بلاي بعد 25 ماشي قال دي كانت دي موجود اصلا ما اعرفش ليه عملت معايا فين دي تعمل شبه كده طب انا ممكن بس ادوس بس على دي فورمات بنتر دي كده وخليها دي كده هنا كده ماشي هندوس يساوي بي لوك اب بي لوك اب هندوس بدور من هنا كده كوما وهنروح على الامبلوي ديتيل وهندور بيه احنا عايزين ايه؟ عايزين ندور بال هاي اي حاجه فيهم كلهم انت عايز تحدد ثلاثه رقم ثلاثه وبعد كده كوما بعد كده فولز عايز تاريخ مش تفرق مش انت في الاخر لو تاريخ مش هتجيب يبقى ده مش هتجيب هندوس فولز يساوي ماشي عادي اهي جابت اهي انا بتكلم في التاريخ لو جيت في التاريخ انا بص على الوصله دي لو جيت بص في الميل بتاعها هتلاقيها موجود طب تعالى ننزل كده هي مش منصب هي لا احنا قلنا لو مش موجوده يقلب 1 5 20 20 لو موجود يحط الهارينج دي طب ماشي طب تعالى امسح عليك فامس ايه الدكتور بعد اذنك ممكن تبعث لنا الاكسلش اللي احنا كنا شغالين عليه بتاع حاضر 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 دي 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 ان اي طب هي موجوده هناك مش ان اي بقى انا كمان ايه هي موجودة هنا يعني؟ حتى انت هقول لك بص عندك ثواني فين سارة؟ سارة كوهين دي اسمها سارة كوهين يا نهار ابيض يساوي اهي اهي سارة كوهين ترو الله انا عاوز بص عندك انت هتلاقيها موجودة التاريخ بتاعها موجودة التاريخ؟ ثواني كده فين هنا؟ بص التاريخ بتاعها هو موجود انا عندي 100 قلب على 1 5 عشان شيء مش عارف طب ما جاي عندي شايف عندي كويس هجربها تاني مش انا عندي تمام بس بقول لك ما ده اللي خلاني